كلمتين وبس. أخبار تتنقل. قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير حضرات السادة المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة 11 أغسطس 2021 يوم الأربعاء 3 محرم 1443 هجرية. صباح الخير جمالة. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير على كل مشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. الحقيقة من أول ما ظهرت كورونا في العالم كله دايما بيكون في منحة بتخرج من قلب المحنة. احنا بالنسبة لنا اتحطينا في موقف ان احنا لازم نشوف بدائل عشان نعرف نتعايش، نشوف ان ازاي على الاقل خلينا ندي حضراتكم مثال عن التعليم. شفنا اهمية التكنولوجيا وشفنا الخطط الاستباقية اللي كانت حطاها الدولة عشان تطور تكنولوجيا الاتصالات مثلا، شفنا قد ايه فرقت معنا بشكل كبير جدا. هي كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيأكد على اهمية الجامعات التكنولوجية لانها بتمثل تطور كبير جدا في مسار التعليم الفني في مصر، وده لان دورها بمنتهى البساطة بيكسب الطلاب المهارات على المستويات العملية وايضا العلمية عشان نقدر نواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. احنا عايزين وبالفعل بنؤسس لجيل جديد من الخبراء في المعلومات عشان يكونوا على قدر كبير جدا من العلم والمهارات، لانه بعد ما نؤسس لهذا الجيل هيكون في نقلة نوعية لموقع مصر على الساحة المعلوماتية الدولية، ودي مش رفاهية، دي حاجة لازم تحصل. وكمان عشان نتيح تعليم متخصص على أعلى مستوى في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. دي بقى كانت الحاجة الملحة وكانت نقطة البداية للإعلان عن إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة أهلية طبعا مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ الدراسة إن شاء الله فيها في شهر أكتوبر اللي جاي. يعني جامعة جديدة أكيد. ويمكن إحنا تابعنا يا حسام إن في كليات كتير جدا وتخصصات كتير جدا تم استحداثها، ده تاني مش من باب الرفاهية بس عشان بالفعل إحنا بقينا بنواكب سوق العمل العالمي وشفنا إنه في محتاجين مجالات تانية ومحتاجين يكون فيها دراسة على أعلى مستوى في العالم. فكرة الانفورميشن تكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات، أن يبقى فيه تقدم في استخدام المعلومات، أن أنت بتقدم دلوقتي البزنس بقى خدمات، تقديم خدمات، يعني ما تستهونش خالص بالأبليكيشنز، دي معلومة بتقدم خدمة، بيجمع معلومات بيقدم من خلالها خدمة، هي دي تكنولوجيا المعلومات اللي بتقوم عليها دول كتيرة جدا جدا دلوقتي، زي مثلا الإمارات العربية المتحدة عندها إلى جانب الأعمال الأخرى اللي بتقوم بها الدولة والمشاريع الضخمة اللي هناك، لكن عندهم قدرة وعندهم سوق واسع في المعلومات، وده هنتكلم فيه النهاردة في الحلقة على فكرة الابليكيشنز اللي بتكبر وبتوسع وبيحصل فيها تفاصيل كتيرة جدا. خلينا يعني ما نسبقش الأحداث، بس عايز أتكلم معاكم في الجامعات دي، نوعية الجامعات دي، جامعات متخصصة مفترض مع الوقت هتحط مصر في موقع استثنائي على الساحة المعلوماتية الدولية، ده من خلال جيل هيخرج من الجامعة دي عشان يكون قادر انه يبتكر ويبدع بشكل تكنولوجي او شكل فيه معلومات يواكب الزمن، ما نبقاش احنا لسه ماشيين بالورقة والقلم والختم ونروح نستلم الورقة من مدام عفاف وكل التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها دي، لازم يكون في تقدم تكنولوجي، يعني الخطوات اللي احنا بناخدها زي مثلا ان حضرتك تجدد الرخصة عن طريق الانترنت مثلا، او ان انت تقضي مصالحك الكترونيا او تدفع الاقساط الكترونيا، كل ده خطوات ممكن تكون خطوات بسيطة بس هي بتفرق في حياة المواطن العادي، ومنها خطوات أكبر بتهم بقى المستثمرين وبتهم الدولة. الجيل اللي هيتخرج من الجامعات دي مستقبلا إن شاء الله هيدير مصر الرقمية وهيحقق تنمية مختلفة في مجتمع محتاج فعلا شكل من أشكال التنمية دي. تأسيس جامعة زي جامعة مصر للمعلومات هيتوفر فيها بيئة مناسبة جدا عشان الطلاب تقدر تبتكر وتبدع، غير أنها هتضم أيضا مراكز بحثية متخصصة ومعاهد تدريب على الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، وحدات حضانات لرعاية المشروعات
للستارت ابس او المشاريع الجديده، الانتربرونرز، الناس اللي بتبتدي بمشاريعها الجديده وافكارها الجديده، بالاضافه طبعا لواحه التكنولوجيا اللي هتستضيف الشركات العالميه والمحليه والبنوك، وده هيساهم في توفير فرص لتدريب الطلاب وكمان فرص عمل للخريجين، شراكه في البحوث اللي بتشتغل على حل المشكلات اللي بتحصل على ارض الواقع. احنا بنعمل طريق جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي عشان الجيل اللي هيطلع ويتخرج من الجامعات دي يقدر يلحق الدول اللي سبقتنا في هذا المجال. يعني في الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، تليها السعودية، بعدين مصر في هذا المجال، في الشركات الناشئة والشركات اللي بتعمل بإنفورميشن تكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات. محتاجين إن احنا نتطور أكتر من كده ونسبق. دي خطوة جنبها خطوات تانية كتيرة جدا، جنبها كمان إن احنا شبابنا يفكروا خارج الصندوق. لازم احنا كمان نفكر خارج الصندوق، بلاش نفكر في الافكار اللي ممكن تكون شبه الوظائف اللي احنا متعودين عليها. بلاش الناس اللي مستنيين نتيجه ثانويه عامه يفكروا انا عايز اخش طب او عايز اخش هندسه. الدنيا ما بقتش طب وهندسه، الدنيا بقت حاجات تانية كتيره جدا. مش هنلاقي مكان اصلا. مش هنلاقي لا، وعايز اقول كمان الشغلانات التانيه بتعمل فلوس اكتر للي ناجح فيها لو احنا بنتكلم الفلوس وبرستيجها، بس عشان الناس اللي مستنيه ببلطو الابيض او المسطره الحرف التي، عالي جدا يا جماعه. حتى المهن دي دلوقتي برضو بقت يعني متعلقه كمان بالتكنولوجيا بشكل كبير جدا، وبقت بتتعامل مع التكنولوجيا بشكل كبير جدا. فحتى لو بنفكر في فكره كليات القمه، هندسه وطب وما الى ذلك، كمان لازم يكون عندنا باك جراوند او خلفيه ليها علاقه، خلفيه تكنولوجيه، عشان برضو مش هنقدر كل هذه المهن. لازم صاحبها أو اللي بيشتغل فيها يكون دايماً مواكب العصر، إما برضو هيقف مكانه. فحتى كل اللي بيطمح لهذه المهن لازم كمان يكون عنده خلفية تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة جداً. على أي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباحكم سعادة وصحة وتفاؤل، وصباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا سريعا في بداية الحلقة نصبح على دينا، نقول لها صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا جمانة. إيه خير. أخبار الجو؟ لسه هنفضل في الحر ده كتير يا دينا؟ أنا أتمنى أنت ما تسألش لحد ما شهر أغسطس يخلص. يعني تضمنين اللي بعد أغسطس أبتدي أسأل؟ لا لا إله إلا الله. طيب بس خلاص. بس أنا حاسة إن الموجة اتكسرت شوية. والله بس الرطوبة عالية شوية. بس أحسن من الأسبوع اللي فات. طبعا. إحنا أحسن من الأسبوع اللي فات. الحمد لله. الحمد لله. طبعا إحنا بنصبح على كل المصريين في كل مكان، لكن خلينا نعلق على بداية الحلقة لما كنا بنتكلم عن جامعة مصر المعلوماتية. أنا أولادي هضطر يعني أو هبقى مصممة جدا أنا أدخلهم في كليات مواكبة لسوق العمل في الفترة اللي جاية وسنين اللي جاية. خلاص لازم نخرج بره الصندوق، لازم نخرج بره عباءة الكليات القمة، وده دورنا احنا كأولياء أمور من سن صغير نعود أولادنا على إن هم يشوفوا المستقبل إيه اللي قدامهم مجالات مفتوحة فيه ويبدأوا يفكروا فيها. تحية طبعا للإرادة السياسية المصرية والدولة المصرية لأنها دايما بتشوف وبتواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم وبتخلي شبابنا وأولادنا يكونوا مؤهلين لده بشكل كبير. خلونا نصعد مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كمان في شبورة الصبح على عدد من الطرق السريعة، ده غير نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية. لسه رطوبة مستمرة في الارتفاع، وده بيخلينا نحس بدرجات الحرارة مرتفعة بزيادة، ولأن هي ما بين درجتين وأربع درجات. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 37، وأعلى درجة حرارة في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني كمان نطمنكم على الحالة المرية في معظم شوارع القاهرة طبعا والمحافظات. ودلوقتي هنبدأ من محافظة القاهرة وتحديدا من منطقة عبد المنعم رياض ومناطق الإسعاف والرمسيس، ده بيشهد سيولة مرورية. واللي مكمل أعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة، المنطقة دي كمان بتشهد سيولة مرورية. ده أما اللي قادم بقى من مدينة نصر في بعض الكثافات النسبية أعلى ميدان رمسيس، وده الطبيعي في الوقت ده. كمان لنكمل جولتنا المرية ونتحول لمحافظة أسوان ونتابع الحالة المرية هناك، وهنبدأ من ميدان السادات وتحديدا من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، منها لشارع كورنيش النيل، وده اللي بيشهد سيولة مرية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ فيه كثافة مرية عند منطقة الفنادق، لكن بعد تمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. نروح لمحافظة دمياط، واللي هنبدأ فيها من طريق دمياط كفر البطيخ، واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية
ونرجع عند طريق دمياط رأس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش، ده بيشهد برضو سيولة برية لكن هي تكون نسبية. نروح للكورنيش اللي هنبدأ فيه من عزبة الخياطة لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. هنروح لمحافظة القليوبية وهنعرفكم كمان على الطرق الرئيسية اللي بتربط مدينة بنها وعاصمة المحافظة طبعا بالمراكز والمدن التابعة للمحافظة. بنلاحظ في طريق بنها الرابط بمحافظات وجه بحري زي محافظة الدقهلية والشرقية والغربية في سيولة مرورية للقادمين من الطرق لبنها. كمان طريق الإسكندرية الزراعي واللي بيربط ما بين الطريق الدائري مرورا بقليوب وقها وطوخ ده بيشهد دلوقتي سيولة مرورية للمتجه إلى بنها. أما القادم بقى إلى بنها في بعض الكثافات النسبية. كده خلصنا جولتنا المرية وكمان هنلتقي بعد قليل لنشرة جوية مفصلة، لكن هنرجع مرة تانية لحسام وجمانة علشان نبدأ فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، ألف شكر. شكرا. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم حلقة صباح الخير يا مصر بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، وبنبدأ معاكم دايما بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها أكيد استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة الشيخ تحمون بن زايد، ولقاء الدكتور مصطفى مدبولي للشاب المصري مصطفى أنديل الرئيس التنفيذي لشركة سويفل، وأيضا متابعة رئيس الوزراء لجهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أيضا لقاء رئيس الوزراء بممثلي جمعية اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات. كمان يا جمانة معانا أخبار تانية كتير عن متابعة رئيس الوزراء لخطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وكمان رد الحكومة على تداول فيديو بيزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة، وهيئة الدواء بتوجه بضبط مستحضر لعلاج التهاب القولون، وتصريح آخر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن حياة كريمة مشروع قومي من الدرجة الأولى وخطوة ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر. وأخبار تانية جديدة، لكن كالعادة البداية دائما مع جمانة لأن ladies first. شكرا طبعا ليك يا حسام، والبدايه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله امس في مقر رئاسه الجمهوريه في مدينه العلمين الجديده وفد اماراتي رفيع المستوى برئاسه الشيخ تحمون بن زايد ال هيان مستشار الامن الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده. اللقاء تناول التباحث حول عدد من الموضوعات على راسها علاقات التعاون الثنائي بمصر والامارات خصوصا في الشقين الاقتصادي والتجاري، وايضا جهود تعزيز الاستثمارات الاماراتيه المصريه المشتركه في مصر في مختلف القطاعات. طيب نروح لخبر تاني، وهو خبر يعني مهم جدا جدا جدا. في شاب مصري اسمه مصطفى أنديل، سنة 2016 هو واثنين صحابه أسسوا شركة صغيرة ابتدت أبليكيشن اسمها سويفل للنقل التشاركي، بدل ما الناس تركب الميكروباصات أو أوتوبيسات النقل العام، عملوا مجموعة أوتوبيسات على الأبليكيشن بتحجز كرسيك بتركب وبتمشي. أبليكيشن صغيرة، فكرة ستارت أب انتربرونر، حد بيبتدي شركات ناشئة، مجرد فكرة صغيرة سنة 2016. الشركة ابتدت تشتغل في مصر 2017-18 اتنقلوا إلى دبي الإمارات العربية المتحدة وأدرجوا في البورصة في الإمارات أو عملوا في الإمارات. مجلة فوربس حطت مصطفى ضمن أكثر 100 شخصية شابة مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة العربية. النهاردة بيستحوذ عليها أو بتضمها شركة اسمها كوينز جامبت ب 15 مليار دولار. 15 مليار دولار رقم ما هوش هين خالص، وبيتم إدراجها في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد إيه الكلام ده حصل؟ يعني أنا قلت لكم رؤوس أقلام في 4 سنين من 2016 ل 2021. ده حد فكر برا الصندوق. ممكن حضرتك أو حضرتك تشوفوا فكرة بسيطة، بس عبقرية الفكرة في بساطتها وفي تنفيذها. دكتور مصطفى مدبولي امبارح رئيس مجلس الوزراء التقى بالشاب المصري مصطفى أنديل الرئيس التنفيذي لشركة سوفل المتخصصة في مجال النقل التشاركي.
دكتور مصطفى مدبولي قال انه سعيد بالشاب المصري الناجح اللي قدر يأسس شركة ناشئة في عمر صغير ويصعد بيها لمستوى عالمي، خصوصا ان الحكومة بتشجع وبتدعم بكل الطرق الممكنة كل الأفكار والجهود من الشباب المصري، وان الحكومة كمان مستعدة لدعم الشركة وبتتمنى رؤية آلاف الشركات في مصر زي شركة سويفل. يعني موضوع مهم طبعا زي حسام زي ما قلت، والفكره انه الولد صغير، يعني مصطفى لما ابتدى الشركه كان صغير، كان 26 سنه مزبوط. تقريبا، فاحنا بنتكلم في مجرد افكار ممكن احنا نشوفها صغيره او بسيطه، لكن شوف بتوصل لغايه فين. ده غير انه سويفل موجوده في 10 دول مزبوط. يعني الموضوع بيكبر، بس اهم حاجه احنا نفكر، وزي ما دايما بنقول يبقى عندنا حلم او عندنا طموح ان احنا نبتدي حاجه صغيره. وبالمناسبه المشروعات الصغيره دي او المتوسطه من اهم المشروعات ومن اهم العوامل اللي بترتكز عليها اي اقتصاد في اي دوله كبيره. فدي حاجه مهمه جدا جدا، ما تستبسطش اي فكره عندك، لان الفكره دي ممكن تنقلك وتنقل المجتمع اللي انت عايش فيه نقله كبيره جدا. على اي حال احنا لسه مكملين مع نشاط دكتور مصطفى مدبولي. جمانة، فكره ان شاب عنده 30 سنه شركته بقت بمليار ونص دولار، شاب 30 سنة مليار ونص دولار، أنا مش هقول مثلا إن هو ابتدى من الصفر أو ما ابتداش من الصفر، لكن أنا هقول المشروع ده ابتدى منين. المشروع ابتدى بأبليكيشن، بعد 4 سنين عنده 30 سنة شركته بمليار ونص دولار، ولسه عايز يوصلها ل 15 الخطة 15 مليار، والبرج في الإمارات في دبي نور لما ناسداك أدرجت الشركة دي في البورصة بتاعتها، البرج نور بلون واللوجو بتاع سويفل. انتوا متخيلين؟ صدقني يعني ممكن حد تاني يفكر يقول لك ايه هو عمل ايه، مشروع ايه، مشروع ميكروباص يعني. عمل جمعيه عمل يعني جمعيه، ولم السواقين وحطهم في ورقه وعملهم بالدور كده زي ما بنقف في الموقف. هي الحاجات البسيطه دي يا جمانة اللي بتفرق مع الناس. مليار ونص يعني ما شاء الله، وزي ما قلت عايزين يوسعوها ويخلوها لغايه 15 مليار دولار، وهيقدر ان شاء بسيطة. الله، لانه دايما في تطوير، دايما طول ما احنا ماشيين لازم يكون في تطوير، لانه اللي بيقف مكانه الحقيقه هو ما بيفضلش ثابت مكانه، هو بيرجع لورا. على اي حال خلينا نكمل مع نشاط دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واجتماعه لمتابعه جهود تطوير منظومه التغذيه المدرسيه اللي وجه بتنفيذها رئيس الجمهوريه. دكتور مصطفى اشار للاهتمام الكبير اللي بيحظى بيه ملف التغذيه المدرسيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان اجتماع امبارح طبعا جاي للتعرف على المكونات الأساسية للوجبة واللي بتحتويه من عناصر غذائية متكاملة بتساهم في وقاية الطلاب من الأمراض زي الأنيميا والتقزم. مرة تانية خليني أنوه لحضراتكم أن هذا البرنامج، برنامج التغذية المدرسية، مش برنامج موحد لكل الطلاب في كل المحافظات، كل محافظة هيتم مسح. احنا عندنا طبعا مبادرات كتير جدا، في مبادرات الكشف المبكر ومبادرات 100 مليون صح وغيرها، مبادرات كتير جدا مهتمة بصحة المواطنين. كل ده هيتم ربطه وهيتم الكشف على الأطفال عشان نشوف كل طفل محتاج ايه، وكل محافظة الأطفال فيها النسبة الأكبر بتعاني من ايه، عشان نقدر نوفر لهم التغذية السليمة اللي محتاجينها. بالمناسبة برضو التغذية أو الوجبة المدرسية دي مش هتبقى بس خلال العام الدراسي، دي هتبقى طول السنة، ورقمها مش بسيط، يعني الوجبة الواحدة للطفل أو للطالب الواحد تتخطى 600 جنيه، فلو حسبناها بعدد الطلاب اللي موجودين يعني رقم كبير جدا طبعا. بس خليني أكد مرة تانية فكرة أنه الاهتمام بكل طفل على حدة، بعد كده كل طفل، خلينا برضو نبص للصورة الأكبر، كل طفل هيكون ليه ملف، هيكون ليه تاريخ مرضي. بعد شوية عندنا منظومة التأمين الطبي الشامل، هنقدر نعرف التاريخ المرضي لهذا الطفل لغاية ما يكبر، ونقدر نشوف اللي محتاجه إيه، نقدر كمان فكرة الوقاية من الأمراض لو هو معرض لأي مرض أو ما إلى ذلك طبعا لا قدر الله. كل ده زي ما بنقول كل خطوة بتساعد، مفيش حاجة أو مفيش خطوة بتاخدها الدولة في منأى عن الخطوة الأخرى. طيب كمان في خبر تاني حسام عن نشاط دكتور مصطفى مدبولي. دكتور مصطفى مدبولي ايضا امبارح كان عنده اجتماع مع الممثلين عن جمعيه اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات. رئيس مجلس الوزراء ابتدى الاجتماع بالاشاره لان الحكومه مهتمه بتنظيم عمل الشركات العامله في مجال تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتنميه عدد من القطاعات
أولها قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات، وده اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم فيه. لو هذه القطاعات كان في الفترة الماضية في خلال مثلا آخر 10-15 سنة كان تم الاهتمام بها بالشكل، الدول شقيقة ودول أوروبية اهتمت بيها، كان ممكن يبقى مصر عندها سبق، لأن احنا عندنا الشباب وعندنا الأفكار، بس محتاجين بيئة حاضنة، مجال يسمح لهم ان هم يطبقوا أفكارهم. المهم ان احنا ابتدينا النهاردة، وخطوة على خطوة ان شاء الله نوصل للي احنا عايزينه في المستقبل. طيب لسه مكملين كمان مع حضراتكم ومع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واجتماعه أمس لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشهد الاجتماع عرض عن موقع ومساحة المنطقة الصناعية الروسية ونتائج المباحثات اللي تمت بين المسؤولين في البلدين على مدار الفترة اللي فاتت للاتفاق على خريطة طريق لإنشاء المنطقة وقواعد الاستيراد والتصدير ومعايير وإجراءات قبول المشروعات فيها وأيضا الجدول الزمني لإنشائها والتشغيلها. طيب في فيديو الفترة اللي فاتت يمكن يكون ناس شافته ويمكن يكون ناس ما شافتوش، بس يعني وجب الإشارة ليه. فيديو بيتكلم عن قناة السويس الجديدة وإنها مشروع ملوش لازمة وإنها ما بتحققش أي نفع لخزينة الدولة، إن ما فيش إيرادات منها، إنها كلفت أكتر ما بتجيب إيرادات، ويعني في الوقت اللي إحنا بنحتفل فيه بالذكرى الستة لافتتاح قناة السويس الجديدة. طبعا كان في تواصل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس عشان يخرجوا بهذا البيان اللي حضراتكم شايفينه قدامكم، يعني الرد بالأرقام إذا كان الناس بتقول إنها ما بتحققش إيرادات أو ما بتعليش الإيرادات اللي موجودة في قناة السويس. فزي ما قلت لحضراتكم مجلس الوزراء تواصل مع هيئة قناة السويس وقالوا إن في العام 2021 قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بواقع 5,840,000,000 دولار، وده في الوقت اللي تأثرت فيه حركة التجارة الدولية طبعا بسبب أزمة فيروس كورونا. يعني ده غير بقى بجانب الرقم اللي انت قلته يا حسام، هنتكلم في عبور 97 سفينة النهاردة، قبل كده كان 77 سفينة. ده غير ان رقم كمان يعني الإيرادات، خلينا نركز بس في الجملة، أعلى إيراد لقناة السويس، أعلى إيراد. لو هنتكلم بلغة الاقتصاد شوية عشان أقارن دلوقتي الاقتصاد حاليا في 2021، لو أقارن مقارنة سليمة ما ينفعش أقارنه ب 2020 لأنها كانت سنة استثنائية، لكن لو عايز أقارن عشان أشوف أنا فعلا بتقدم أو لا، هقارن ب 2019 أو ما قبل كورونا. إحنا نتكلم في أعلى إيراد لقناة السويس، مش بس إن هي تعافت بعد كورونا، لا، أعلى إيراد لقناة السويس. نتكلم كمان إنه يعني أنا مش عارفة بصراحة اللي طلع الإشاعة دي هو ليه لسه مكمل فيها، يعني حصل مواقف كتير جدا بينت أهمية قناة السويس وأهمية كمان القناة الجديدة. يعني لو حصل وكانت سفينة إيفر جيفن جنحت في ظل الظروف القديمة لقناة السويس، كان صعب جدا إن إحنا نعيد تعويمها مرة تانية. السفن كمان هي كمان فيها تطوير على طول، إحنا دلوقتي السفن وهيئة أو مجرى جديد أو قناة جديدة، السفن تقدر تعدي فيها لغاية غطس 66، يعني السفن بتكبر فمحتاجين قناة تكبر عشان نقدر نواكب تطور السفن اللي موجودة كمان. على أي حال خلينا ننتقل لخبر آخر، وأتمنى يعني إحنا ما نسقش وراء هذه الإشاعات، وأتمنى إنه يعني نجدد حتى في الإشاعات، يعني كفاية بقى نفضل نعيد ونزيد في نفس الموضوع وخلاص، أثبتنا بكل المقاييس مش بس المروجين هذه الإشاعات، للعالم كله أهمية كل خطوة وكل مشروع الدولة المصرية حقيقي بتقوم بيه دلوقتي، وأهمية الدراسات اللي بتعملها ومدى دقتها كمان. على أي حال خلينا ننتقل لهيئة الدواء المصرية، واللي أصدرت منشور دوري رقم 20 لسنة لسنة 2021 بضبط وتحريز مستحضر بلاسيد تابلت لعلاج التهاب القولون من السوق والوحدات الحكومية، وده بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش في جلسة 3 أغسطس 2012 مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد التعهد التام بعدم فض الأحراز إلا في وجود مفتش هيئة الدواء وموافاة الهيئة بالكميات اللي تم تحريزها.
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن مشروع حياة كريمة بيعتبر مشروع قومي بالدرجة الأولى وخطوة بتحصل لأول مرة بوجود مشروع بالحجم ده قدر يعمل نقلة نوعية في قرى الريف اللي بدأ العمل فيها على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله النقلة دي هتتعمل على مستوى باقي قرى جمهورية مصر العربية. لواء خيري كمان قال إن كل بيانات مبادرة حياة كريمة اللي اعتمدت عليها أجهزة الدولة المشاركة في المشروع ناتجة عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زي خرائط الفقر اللي بيرصدها الجهاز وبحث الدخل والاستهلاك وكمان بحث المجتمع المحلي. وفي خبر آخر، وزارة الداخلية أعلنت امبارح عن ضبط أكثر من 5 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل مركب قادمة لميناء الإسكندرية البحري كانت في طريقها لإحدى الدول. تفرض أجهزة وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية بهدف منع عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها. من هذا المنطلق وفي إطار التعاون الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ في جلب وتصدير المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون كانت في طريقها لإحدى الدول العربية عبر ميناء الإسكندرية البحري. فبعد معلومات وتحريات للإدارة أفادت بوصول مركب قادمة من إحدى الدول إلى الميناء محملة بالعقاقير المخدرة المخبأة داخل أسطوانات أكسجين. تمكنت الإدارة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية بالقوات المسلحة وبمشاركة فاعلة من القوات البحرية من ضبط 5,132,250 قرص كبتاجون داخل 36 أسطوانة أكسجين، وتقدر القيمة المالية لما تم ضبطه من مواد مخدرة ب 180 مليون جنيه. كما تم ضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على عملية الجلب والذين يحملون جنسية إحدى الدول واعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد إعادة تصديرها لإحدى الدول العربية. وتأتي تلك الضربة لتؤكد على مدى التعاون والتنسيق الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر منافذ البلاد الشرعية للوقاية من أخطار تلك السموم القاتلة التي تهدف النيل من شباب ومقدرات هذا الوطن. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم، النهاردة هيطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع إلكتروني هيتيح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أنهم يعرفوا مدى استحقاقاتهم للترقية وأيضا الحافز المالي. كمان النهاردة هيلقي قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدة الأسبوعية في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بدون حضور بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر النهاردة هتفتتح مبادرة تحت عنوان سفراء الأزهر معا للحوار ضد التطرف في مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية. أيضا النهاردة في محافظة كفر الشيخ هيتم قطع المياه في مدينة وقري مركز دسوق وبعض قرى مركز قلين واللي بدأت من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 5 بعد العصر، وده بسبب صيانة خط مية شارع الشركات وأيضا لغسيل وتطهير وتعقيم المرشحات في محطة إنتاج المياه في محطة أبو علي. وبعد فوز الزمالك امبارح على الاتحاد في مباراة يعني كان كل الجماهير قاعدين بيتفرجوا عليها، جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، و
الجمهور سيد البلد الاتحاد، الزمالك كسب وبقى في الصدارة، الأهلي عنده ماتش أقل هيلعب النهاردة الدراويش في مباراة يعني من اللي بيتفكرنا بالماتشات اللي كان فيها الأهلي والإسماعيلي كده بيتحدد على أساس ماتشاتهم الدوري، فاكرين أيام الأربعة ثلاثة والأربعة أربعة، النهاردة في ماتش الأهلي والإسماعيلي في خطوة في طريق منافسة الأهلي على درع الدوري. امبارح بعد هزيمة الاتحاد، الاتحاد كان لو كسب الزمالك كان حيوصل للكونفدرالية الأفريقية، لكن بهزيمته بيوصل مكانه فريق بيراميدز اللي بيرافق المصري البورسعيدي في الكونفدرالية، وبيروح الأهلي والزمالك لبطولة أبطال الدوري، ولسه فاضل عدد من الماتشات للأهلي والزمالك بيجروا وراء بعض مين اللي هياخد الدوري، ده اللي هنشوفه مع نهاية الدوري المصري. لكن النهاردة زي ما قلت لحضراتكم المباراة ستقام على استاد الأسكندرية بين الإسماعيلي والأهلي. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دلوقتي هناخد حضراتكم كده الجوله من الاخبار الخفيفه من مختلف انحاء العالم. هيانو بما اننا في فصل الصيف والسفر بقى وحاجات كده كتير بنعملها في الصيف، اغلبنا ممكن يحب كده يجرب مغامره جديده، يخوض تجربه جديده مختلفه في السفر عشان يستمتع بالاجازه. ودايما قبل ما بنسافر بندور على المدينه او المحافظه اللي هنسافرها، وفي اللي بيختار مثلا يقعد في شقه، او اللي بيختار انه يقعد في اوتيل او فندق عشان يعني يبقى ما يضطرش يقوم يعمل حاجه وتبقى كل الخدمات موجوده حواليه، كل واحد بقى حسب امكانياته. لكن الناس اللي بتقعد بقى في فنادق وهي بتصيف او هي مسافره هيستغربوا من الخبر ده شويه. في مهندس ديكور وواحد بيشتغل في مجال السياحه والضيافه قرر انه يغير معنى الرفاهيه بقى في الفنادق، فصمم اوض للفندق ما فيهاش شبابيك او حيطان، يعني مننا كده للسبا وللطبيعه، الاوض ما فيهاش لا شبابيك ولا حيطان. غرف الفندقيه دي على ارتفاع 1000 متر فوق سطح الارض، وفيها بانوراما لمواقع طبيعيه سياحيه في مختلف المناطق في سويسرا زي ما حضراتكم كده شايفين. ورغم ان الفندق اتقفل في فتره تفشي فيروس كورونا، الا انه بيخطط انه يرجع مره تانية عشان في حوالي 10,000 شخص على قائمه الانتظار من العالم، وكمان في طبعا من العالم، وفي كمان رقم كبير جدا من الشرق الاوسط تحديدا. زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم الصوره، احنا في الشارع يعني وسط الجنينه، مش عارفه والله مش قادره احدد يا حسام هي حاجه حلوه ولا وحشه، بس انا احس بعدم امان. عدم امان ايه؟ طب انا ليه انزل لو هو يعني لو هم لسه لو راويين الارض، انا ليه انزل من السرير وانا نايم مثلا عايز اخش الحمام بالليل امشي 20 كيلو، او انزل ادوس في الارض الاقي الارض مبلوله مثلا فيها طينه يعني؟ ما هو ده في الاخر غيط يعني، ما عندنا زيه في البلد، ما هو غيط اهو ماشي، بس هتلاقي في قناية على الجنب وبتاع حسام انت شايف السرير فين يعني؟ انت شايف المنظر؟ هي مش دي قصه، بس هو سيبك من انه ينزل في الطين ده ليفل تاني. اعمل لي اوضه ازاز يا جدع، استرنا الله استر عرضك. عارف الديسكتوب بتاع الكمبيوتر؟ عارف الصوره اللي تبقى على الكمبيوتر؟ هو تحس ان السرير في ديسكتوب، يعني انا قاعده في الكمبيوتر، انا مش قاعده في ده بصي والله واحد اشتغل الناس والناس صدقت اللي اشتغلها ومشيت وحطت فلوس والفكره مشيت. يا تمام، عنده حته ارض فاضيه دهانها اخضر وحط سرير عشان مفيش مراقب مفيش حاجه مفيش اي حاجه، عارف مفيش داعي. ايوه مفيش داعي بالظبط. طيب حاجه برضو شبه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني الخروف مثلا في عز الايام اللي قبل عيد الاضحى ثمنه بيوصل كام؟ يعني ناس تقول لك 3-3.5، بس اقول لك في الاماكن الغاليه ولما بيبقى في ازمه بيوصل لخمسة. يا سيدي من عندي 6,000 جنيه 7,000 جنيه، ده الخروف بقى اللي هو ايه يعني متربي على الغالي بقى واكل اورجانيك، يعني في اكتر من كده. في خروف في ايرلندا قريبه مننا، ايرلندا دي عند انجلترا كده فوق في اوروبا، باعوا الخروف ده بكام؟ ب 52,000 دولار. لهواة الارقام بقى اضربوا 52 في 15 و6، يعني انت بتتكلم في 1,000,000 جنيه مصري تقريبا، من 5-6,000 جنيه لمليون جنيه. هو الخروف اللطيف الجميل اللي قدام حضراتكم، ليه بقى اتباع السعر ده؟ عشان فروته لونها ذهبي. يعني فكرني مش فاكر كان في فيلم ايه كده اللي دهن له الخروف وباعه، دهن فروه الخروف وباعه. بس انا يعني الخروف ابو كانش خروف، كان حصان غالبا. والله ما فرق، كلها بتمشي على 4. يعني خروف اتباع ب 52,000 دولار. هو انا يعني انا عايز خروف ده يعني مثلا لحمته بتعمل ايه؟ مش عارفه يعني، هو يعني
لما بيتسلخ بيقول بابا وماما يعني، ما في الاخر الفروه بتاعته دي هتتعمل مشايه هتتباع. الفروه اللون ده يتجاب عادي يعني، اللون عادي ده يتعمل عادي خالص. اه عادي، الكوفير اللي في اخر الشارع يعمل اللون ده عادي، الصبغه عادي خالص، شويه اكسجين اكسجين هيعمل. الشباب عندنا في العيد بتعمل شعرها ذهبي عادي يعني. والله مش قادر افهم انا الارقام العجيبه الناس معاها، في اللي معاه قرش محيره يجيب خروف ويدهنه. وبعدين السؤال، طب حضرتك بعد ما اشتريت الخروف الذهبي هتعمل ايه؟ مش هتذبحه برضه يعني؟ هي هي احطه في النيش، مش هيفضل عايش معانا كتير ده. طيب على اي حال مشاهدينا، دي كانت جوله من الاخبار الخفيفه اللطيفه من بلاد كتير قوي. خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المكمله معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. فاصل سريع جدا نرجع لحضراتكم على طول، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا سريعا نروح لدينا نعرف منها اخر اخبار درجات الحراره المتوقعه على محافظات الجمهوريه، وكمان نعرف منها اخر اخبار المرور في القاهره. بشكرك يا حسام، فعلا تعالوا نستعرض مع حضراتكم النهارده النشره الجويه بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره راطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، هيكون حار راطب على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. نسبه الرطوبه هتكون ما بين درجتين واربع درجات، وده اللي هيخلينا طبعا نشعر بدرجه حراره انها مرتفعه. بالليل الطقس هيكون معتدل راطب على القاهره الكبرى وباقي الانحاء. وفي النهارده شبوره مائيه في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤديه الى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وبنرجو طبعا من ساده قائدي السيارات والمركبات ان هم توخي الحذر خلال الساعات الاولى من الصباح. في نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الغربيه، وده هيكون على فترات متقطعه، ده اللي هيخلينا نحس بقله الاحساس بارتفاع نسبه الرطوبه شويه. خلونا نصعد مع حضراتكم درجات الحرارة النهاردة بالتفصيل، وهنبدأ من القاهرة والعظمى 37 والصغرى 25، الإسكندرية 33-26، مطروح 31-24، سيوة 40-26، بورسعيد 33-26، دمياط 32-26، الإسماعيلية 38-24، السويس 37-25، العريش 34-26، كاترين 35-19، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 39-29، الفيوم 38-25، بني سويف 38-25، والمنيا 38-25، أسيوط 39-26، سوهاج 40-27، قنا 41-27، الأقصر 42-28، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب 35-29. وخلونا كمان نتعرف معاكم دلوقتي على حالة الطرق والمحاور في شوارع مصر، ومعانا على الهواء مراسلتنا لمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليكي دينا وعلى كل زمايلي في الاستوديو. ساده مشاهدي صباح الخير يا مصر، في اول جوله مروريه لينا. الحقيقه الجو حر شويه مع انه في يعني درجه او درجتين نزلوا من درجات الحراره، لكن لسه الجو حر ولازم نعمل اعتبارات كتير قوي اثناء القياده، علشان في بعض المحافظات الحدوديه فيها نشاط للرياح والاتربه، وده هيعوق حركه سير السيارات، فلازم ناخد بالنا واحنا سايقين. وكمان في شبوره بتبقى الصبح بدري لحد الساعه 7، لحد من ساعه فاتت يعني، فلازم كمان على الطرق الزراعيه والصحراويه بالتحديد لازم ناخد بالنا اثناء القياده. لكن بشكل عام في سيوله مروريه في اغلب الطرق والمحاور في القاهره وفي الجيزه، طبعا في ظل الانتشار المروري اللي موجود على مدار الساعه للتعامل مع اي كثافات مروريه. خلينا نتكلم على حركه سير السيارات على محاور الجيزه في شوارع الجيزه والنيل السياحي والهرم والبحر الاعظم، في سيوله مروريه. كمان محور 15 مايو في سيوله مروريه، وانتظمت كمان حركه سير السيارات في ميدان التحرير ومنطقه وسط القاهره، ومحور 26 يوليو وكمان كوبري اكتوبر. بالنسبه كمان للطريق الدائري في سيوله مروريه للي جاي من الاقاليم القاهره عبر الطريق الزراعي، وكمان
متجه من منيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي ومتخذ طريقه لمناطق الجيزة وفي مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. بداية النهضة وصولا لإشارة بين السرايات ومحور عرابي، في انتظام هناك في حركة سير السيارات لحد المهندسين ومنطقة ميدان لبنان حتى الآن. كمان انتظمت حركة سير السيارات في محور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكمان للي جاي من صلاح سالم لنفق الأزهر، وكمان منطقة الأزهر بشكل عام والجمالية فيها سيولة مرورية حتى الآن. عايزين كمان نأكد على الناس رقم الإغاثة المرورية 0-122-3-4-0، ده في حالة إذا كان في عطل للسيارات أو حادث لا قدر الله، دي أقرب وسيلة تقدر تتواصل معها علشان تحل المشكلة بمنتهى الاحترافية والسهولة واليسر بدل ما نعطل نفسنا ونعطل الناس التانية. ودي كانت جولتنا المرورية الأولى دينا، وهنتابع معاكم في جولة مرورية أخرى حالة الطرق في أغلب الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة. إليكي دينا. بشكرك لمياء حمديني مراسلة التلفزيون المصري، وزي ما شفنا كده لمياء ادت لنا مختصر كده عن الحالة المرورية في شوارع مصر النهاردة. هنرجع مرة تانية لحسام وجمان عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا دينا. شكرا لمياء كمان. شكرا. طيب خلينا نروح مع حضراتكم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي بتشتغل على جذب المشاريع العملاقة اللي بتمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، زي المنطقة الصناعية الروسية وشركة ميديا إيجيبت الصينية وشركة مرسيدس بنز، واللي هتعمل مركز لوجستي في العين السخنة لدعم صناعة السيارات. اتفاقيات ومشاريع عملاقة يتم تنفيذها مع كبريات الشركات العالمية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، حيث نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة. يساعد هذا المشروع على توفير التقنيات الحديثة وآلاف فرص العمل، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات. أيضاً تم وضع حجر الأساس لشركة ميديا إيجيبت الصينية التي تعمل في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وتقيم مشروعها داخل منطقة تيدا مصر الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. تعتبر الشركة الصينية واحدة من بين أكبر 500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عاماً، بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25 مليون دولار، والذي يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل، ويتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2022. النجاحات تتوالى بتوقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة مرسيدس بنز عقداً بالأحرف الأولى لإنشاء مركز لوجستي بالعين السخنة لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنها دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة. كلنا تابعنا في خلال الفترة اللي فاتت الكلام عن أن الحكومة هتطلق عملة بلاستيكية جديدة فئة العشرة والعشرين جنيه. هي مش بلاستيك يعني ناشف زي الاطباق البلاستيك، هي بوليمر، مادة بلاستيكية بتتعمل بتحافظ على نفسها، يعني مش زي الورق، مش زي الجنيه الورق بعد شوية تلاقيه ابتدى يقطع وتبقى خامته مش مظبوطة، وفي نفس الوقت ما ينفعش يتكتب عليها أحمد بيحب منى، ولا يتكتب عليها تاريخ اليوم، ولا يتختم عليها ختم الصراف، فتفضل نظيفة وما تنقلش الأمراض. لأن في برضو أيضا بعض الدراسات، ويعني في ناس هتقول إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنت بتبالغ قوي. لا فعلا في بعض الدراسات، عشان مش إحنا البلد اللي اخترعت الموضوع، يعني في أستراليا، في المملكة المتحدة، في بعض أيضا الدول في أوروبا عندها العملة البلاستيكية أو البوليمر دي، قالوا بعض الدراسات إنها بتقلل نقل الميكروبات من إيد لإيد. يعني لما واحد يمسك العملة الورقية بإيديه وهو مثلا في إيديه ميكروب أو فيروس بتقل. طبعا ما بتمنعش تماما، لا خالص، ما حاشا لله، ما حدش قال الكلام ده، بس بتقلل. ليه بقى تكلفتها، ليه بنا هنستخدم العملة دي؟ لأن تكلفتها أقل وبتعيش أكتر.
فما تخليش الدولة عايزة كل شوية أنها تطبع فلوس جديدة. فدي نقلة كويسة، وكمان من المفترض أن يكون شكلها أحسن. وحضراتكم شفتوا بعض الديزاينات أو التجارب الأولى لشكل العملة الجديدة، وخرج بيان من البنك المركزي المصري بيقول أن دي نماذج أولية لن يتم تطبيقها إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من البنك المركزي. خلينا نشوف هذا التقرير عن العملة الجديدة البلاستيكية أو شكل العملة الجديد فئة العشرة أو العشرين جنيه في هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خطوات جدية وفعالة شرعت في تنفيذها الدولة لمنع تزوير العملات لا سيما الورقية منها، إذ تقرر طرح عملات جديدة بلاستيكية من مادة البوليمر محمية بالعلامة المائية التي لا يمكن تقليدها. وتعد عملات البوليمر واحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة في العلامة المائية، بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة. تصنع العملات الجديدة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات. البنك المركزي المصري أصدر بياناً قال فيه إنه بمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق، يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر. وتأتي أستراليا ونيوزيلندا وكندا على رأس الدول التي تستخدم العملات البلاستيكية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول التي تتعامل بالعملتين الورقية والبلاستيكية معاً، وهي روسيا، بريطانيا، المكسيك والسعودية. مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم لموجز الثامنة لأهم الأنباء مع دينا شرف. دينا أهلا بك مرة تانية. بشكرك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات. وخلال استقبال الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العالمين الجديدة وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد النهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات. ومن جهته أشاد الشيخ طحنون بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا التطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشهد الاجتماع عرضا حول موقع ومساحة المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، وذلك بمطار القاهرة الدولي مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والحكومة الرومانية وشركة أسترازينيكا. وفي بيان للوزارة أعلنت الصحة أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 76%
في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و 100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرا إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233,405 حالات. وفي بيانها أعلنت الوزارة تسجيل 86 حالة إيجابية جديدة وست حالات وفاة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفاة 25 من أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة، وذلك بجبال بجاية وتيزي وزو. وهذا وقد قدم الرئيس الجزائري تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق الضخمة التي اجتاحت العديد من ولايات البلاد وخلفت عددا من الضحايا، كما أمر بالتكفل بالملايين. ومن جهته أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت. يواصل رجال الإطفاء في جزيرة إيفيا اليونانية جهودهم لمنع حريق هائل من الوصول إلى مدينة إستيا التي يقطنها آلاف السكان، وأتت الحرائق على آلاف الهكتارات في إيفيا ودمرت مئات المنازل، وتم إجلاء أكثر من 2700 شخص عن طريق البحر. وتشهد اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ أسبوعين بسبب الجفاف وموجات حرارة مرتفعة، وقد أسفرت حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة العشرات. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانضم ميسي للنادي الباريسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد فشل كل محاولات بقائهم مع نادي برشلونة الإسباني. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي عملوا اجتماع من تقريبا يومين ثلاثة عشان يناقشوا الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء المعروفة يعني من سنين عندنا باسم السحابة السوداء. محدش يقدر ينكر طبعا النجاح اللي اتحقق في هذا الأمر، يعني احنا فاكرين حضراتكم يعني من حوالي 15 سنة كده كانت القاهرة بتبقى يعني جو لونه مسود، الناس مش عارفة تاخد نفسها، أمراض الرئة والناس اللي عندها ربو وعندها حساسية كانوا بيفضلوا قاعدين في بيوتهم بياخدوا الأدوية بتاعت الحساسية. الوضع اتحسن، ما انتهاش طبعا بكل تأكيد، بس الوضع اتحسن، في تنسيق حصل ما بين الوزارات، وده كان بشهادة من المواطنين والمزارعين على حد سواء. الجهود دي نجحت في تحويل هذا التحدي لفرصة اقتصادية. هنعرف التفاصيل أكتر من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي اللي بينضم لنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا فندم وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا حسام وصباح الخير يا أستاذة جمانة على حضراتكم وعلى كل مشاهدي برنامجكم يا فندم. الله يخليك يا فندم. دكتور علاء، من 10-15 سنة زي ما كنت بتكلم كان في السحابة السوداء والناس بتعاني والدولة بتتكلم، وحضرتك أكيد والسادة المشاهدين فاكرين. عايز أبتدي معاك من نقطة الصفر. إحنا طول الوقت كان بيتقال قش الرز هو سبب السحابة السوداء، النهاردة في سيطرة على موضوع حرق قش الرز. نعرف من حضرتك الأسباب بشكل عام اللي بتؤدي إلى ظهور هذه السحابة الموسمية أو ما يسمى بنوبات تلوث الهواء السنوية؟ هو بالتأكيد طبعا حرق المخلفات بشكل عام سواء كانت مخلفات زراعية أو قمامة، ده بيؤدي لظهور السحابة السوداء، وبالتأكيد هناك العديد من الجهود
اللي بذلت على مدار سنوات طويلة في إطار التعاون المستمر والدائم بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، ونجحت هذه الجهود في تعظيم الاستفادة من قش الرز وتسليط الضوء على البوتنشلز أو الإمكانيات اللي موجودة داخل هذا المجال، الاستفادة منه في تصنيع العديد من المنتجات إلى أن أصبح هذا المنتج له قيمة اقتصادية، وأصبح الفلاح المصري الذكي حريص على الاستفادة منه. فالحقيقة على مدار سنوات طويلة زي ما سيادتك ذكرت استمرت أكثر من 15 سنة، تم عقد العديد من الندوات والتدريب للمزارعين على كيفية الاستفادة من قش الرز والأسلوب الأمثل لجمعه، وبنعرفهم كل طرق تصنيعه والاستفادة منه والاستخدامات الخاصة به، وبالتالي أصبح لهذا المنتج قيمة اقتصادية، وأصبح الفلاح المصري حريص على عدم حرق قش الرز، وبالتالي بقى الطلب عليه متزايد، وهناك قيمة اقتصادية عالية مرتفعة لهذا المنتج. يمكن بيدخل قش الرز في صناعة الكمبوست أو السماد العضوي، وأيضا بيستخدم في صناعة الأعلاف للحيوانات اللي بتبقى موجودة في الريف المصري، وبيستخدم في تغذية الحيوانات أحد المواد اللي بتدخل في صناعة الأعلاف. والجديد بقى يا فندم إن القيمة الاقتصادية اللي بتنظمها من خلال استخدام قش الرز في صناعة الأخشاب المسطحة، وبقى في توجه كبير جدا لاستخدام قش الرز في صناعة الأخشاب المسطحة، والسنة دي بيفتتح مصنع جديد يمكن يستخدم في حدود 250 ألف طن قش رز سنويا، وبالتالي الطلب عليها هيكون متزايد وقيمته هتكون أكتر، وهيبقى فيه تعظيم للاستفادة من قش الرز. عظيم جدا. طيب دكتور علاء، الحقيقة إن هي فكرة هايلة. يمكن طبعا التوعية شيء مهم جدا، لكن فكرة تحويل مشكلة لمصدر دخل ده كمان خطوة بتعزز من ان احنا نقدر نطبقها ونقدر فعلا نتخلص من أزمة السحابة السوداء او حرق قش الرز. بس خليني أسأل حضرتك، يمكن انخفضت عدد الساعات غير المقبولة لتلوث الهواء حوالي 55% في 2020 بالنسبة لعام الأساس اللي هو 2015. عايز أسأل حضرتك، احنا ممكن نتخطى هذه النسبة، خاصة احنا بنشوف دلوقتي يعني الكرة الأرضية تقريبا تستغيث الحقيقة من جراء التلوث اللي حاصل فيها، هل ممكن نتخطى هذه النسبة قريبا؟ بالتأكيد مع استمرار الجهود واستمرار التوعية واستمرار الندوات لازم طبعا هنتخطى هذه النسبة بجهود العاملين في كل الوزارات، سواء وزارة البيئة أو وزارة التنمية المحلية أو الزراعة والصلاح الأراضي، وسلوك المواطن المصري بالتوعية بشكل عام للحفاظ على البيئة، لأن زي ما ذكرنا السحابة السوداء ما بتبقاش نتيجة عن أو نوبات تلوث الهواء ما بتبقاش نتيجة عن حرق المخلفات فقط الزراعية طبعا. لا، عن حرق أي نوع من أنواع المخلفات وأي سلوك خاطئ بينتج عنه هذه الأثار السلبية أو اللي بنشوفها في صورة أو في شكل سحابة سوداء. لكن زي ما حضرتك ذكرتي، التوعية واستمرار التوعية من كافة الجهات، سواء زي ما حضرتك كده دلوقتي النهاردة الإعلام بيسلط الضوء، بنكون بنقول دور العبادة المساجد والكنائس ودورها في التوعية، المدارس والجامعات، مراكز الشباب، أصول الثقافة، كل الجهات المعنية بيبقى ليها دور في التوعية بالحفاظ على البيئة وعدم تلوثها بوسائل مختلفة. وأيضا زي ما حضرتك عارفة النهاردة التغيرات المناخية والتغيرات المناخية المعاكسة، وبنشوف اللي بيحصل في دول كتير حوالينا، فكل دي مؤشرات وبتدي إنذار لينا إن احنا نحافظ على بيئتنا ونهتم بيها ونمنع التلوث بكل الأشكال، سواء بقى الأنشطة الصناعية أو الأنشطة الأخرى اللي بتؤدي لحدوث تلوث. حضرتك لازم نستمر في التوعية ونستمر في التوجيه ونستمر في تسليط الضوء، لأن ده جزء من سلوك المواطن إن احنا نحافظ على بيئتنا ونمنع التلوث. والحقيقة في تكامل وتنسيق وتعاون مستمر وبيتم بتناغم جميل جدا بين الوزارات المختلفة وبين الجهات المختلفة، وده نجاح الأساسي، النجاح الأساسي للمنظومة. ويمكن الحقيقة برضو
أنا عايز أشكر الفلاح المصري والمزارع المصري على استيعابه لهذه واستيعابه لأهمية الحفاظ على البيئة، واستيعابه أيضا لطرق التصنيع وطرق الاستفادة، وبذكائه المعهود قدر يتعود على استخدام هذا المنتج بصورة آمنة تمنع تلوث البيئة. يمكن عايز أقول نقطة كمان مهمة، إذا كنا بنتكلم عن جمع قش الرز والاستفادة منه اقتصاديا، فإحنا عندنا خطة واستراتيجية بتعمل على الاستفادة من كل المخلفات الزراعية وعدم حرق أي مخلفات زراعية، لأن يعني إذا كان قش الرز بيبقى موسم ومساحة الرز المنزرعة بتبقى إلى حد ما كانت هي المصدر أو أحد أهم المصادر اللي بتؤدي لحدوث السحابة السوداء، لكن هناك مخلفات زراعية متعددة ومتنوعة بنعمل على توجيهها في التصنيع والاستفادة منها وإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية، وبالتالي بنعظم دخل المزارع وبنعظم الاستفادة من هذه المنتجات الزراعية وبنقلل التلوث وبنحافظ على البيئة، وده ليه بعد بيئي وبعد اقتصادي مهم جدا وكلنا لازم نشارك فيه، ويبقى لينا دور فعال في الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من كل المنتجات الزراعية. كل تأكيد يا فندم. دكتور علاء، عايز اتنقل مع حضرتك للفلاح نفسه. الفلاح بيخلص المحصول بتاعه سواء كان الرز اللي فيه دلوقتي يعني شكل من أشكال التنسيق ما بين الفلاح والوزارة بالمساحات اللي هتتزرع رز كل سنة عشان استخدام المياه، أو أي من المحاصيل التانية اللي بتسيب مخلفات في النهاية. الفلاح بيزرع أرضه بيخلص، بيبقى عايز يخلص من المخلفات دي، عايز يقلب الأرض عشان يقدر يزرع ويستعد للموسم الجديد. إزاي يعني في الوزارة وقطاع الإرشاد بيتعامل مع الفلاحين عشان يقنعهم استنوا لغاية لما نيجي ناخد منكم المخلفات، أو إزاي تقدروا تتخلصوا بالمخلفات بشكل آمن، خصوصاً في بعض الفلاحين اشتكوا مثلاً الكبسات بتبقى بطيئة شوية، آليات الكبس اللي بتلمي بيها قش الرز بطيئة. فقول لنا يعني إزاي الموضوع ده حاصل، إيه همزة الوصل ما بين الوزارة وقطاع الإرشاد والفلاح نفسه عشان يستنى بالمخلفات دي ويتخلص منها التخلص الأمثل. يمكن أنا عايز أقول لحضرتك أن هناك محافظات رئيسية لزراعة الرز في مصر. قبل بداية موسم الحصاد بنبتدي في عقد الندوات الإرشادية من خلال مديريات الزراعة في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة والأليوبية وغيرها من المحافظات. الفلاحين فعلا بيروحوا يا فندم، او المصريين يعني بيروحوا الندوات دي؟ السنه اللي فاتت عمل، مش عايز اقول لحضرتك رقم لان يعني رقم خرافي حضرتك، عملنا ما يتجاوز ال 2000 ندوه ارشاديه في المحافظات دي على مدار الموسم قبل بدايه الحصاد واثناء موسم الحصاد. واذا كنت سيادتك بتتكلم عن ان اليات الكبس بتكون بطيئه، انا عايز اقول لحضرتك الاجراءات اللي بتتبع ايه. هو بداية بيتم تشكيل لجان مركزية في كل محافظة لمتابعة هذا الأمر وغرف العمليات بتضم العاملين في الإرشاد الزراعي بالمحافظة وأيضا مسؤولي تدوير المخلفات بالتنسيق مع قطاع الفروع في جهاز شؤون البيئة، وبيتم تشكيل لجان مشتركة وبيبقى في دور فعال أيضا للعاملين في وزارة التنمية المحلية بالمحافظات، وبيتم تشكيل اللجان المشتركة دي وبتعمل على دور هام جدا وهو التوعية والإرشاد والتوجيه للمزارع بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم حرق قش الرز. وأيضا في آليات بتتبع، إيه هي بقى حضرتك؟ وزارة البيئة بتقدم الآليات والمعدات اللي بتتم بيها عمليات الكبس الرز أو الفرم، بتأجرها لأصحاب مراكز التجميع. وزارة الزراعة بتصدر الموافقات على مراكز التجميع اللي بتكون موجودة اللي بيتم فيها تجميع قش الرز، وأيضا بتوجه بكل الوسائل اللي بنتبعها من خلال زي ما ذكرت الندوات الإرشادية. حضرتك ما أعتقدش إن في يعني بطء في التجميع، لأن الآلات بتكون متوفرة سواء من جهاز شؤون البيئة أو من قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، وفي وفرة في هذا الأمر، وأصبح هذا الأمر مصدر لتوفير فرص عمل، مصدر لتحقيق عائد اقتصادي
في سواء كمان في يعني هي منظومه كبيره جدا بتبدا من الجمع والنقل والتخزين. واحنا بكل تاكيد يعني حتى في غير المحافظات الزراعيه حاسين بالفرق بكل تاكيد، اكيد بنطمح للمزيد. يعني انا دايما بقول الطمع في الخير حلو، فبنشكركم على هذا المجهود يا دكتور، وعايزين مستنيين منكم الاكثر ان شاء الله في الفتره القادمه. دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب خلينا نروح لموضوع اخر وموضوع مهم جدا الحقيقه، هو تفطين وتاهيل الترع في كل محافظات مصر. ده ليه؟ للمحافظه على مواردنا المائيه وعدم اهدار نقطه ميه واحده، وبتكلفه هتزيد عن مليار جنيه. محافظه المنيا هتشهد تنفيذ اعمال تبطين وتاهيل 104 ترعة بالمراكز والقرى. ايه تفاصيل هذا المشروع؟ ده اللي هيكلمنا عنه بالتفصيل مهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزاره الري في محافظه المنيا. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك استاذي جمانه، وصباح الخير للاستاذ حسام والساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك والساده المشاهدين والشعب المصري كله بخير وصحه وسعاده بالنسبه السنه الهجريه. وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. خليني طيب اسالك، احنا بنتكلم التكلفه هتزيد عن مليار جنيه، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا المشروع، يعني عدد الترع المستهدف تبطينها، المساحه كمان المستهدفه من الترع في محافظه المنيا. بدايه حضرتك محافظه المنيا من اكبر محافظات الجمهوريه من ناحيه الزمام الزراعي، تصل زمامها لاكثر من 650 الف فدان، بالاضافه لمشروعات استصلاح اراضي اللي هي الغرب غرب المنيا اللي داخله ضمن 1.5 مليون فدان، بتصل لاكثر من 150 الف فدان. الزمام الزراعي ده داخل محافظه المنيا بتخدمه شبكه من الترع والمصارف، الترع دي تصل لاكثر من 3000 كيلو، منها ترع توزيع تصل لحوالي 2500 كيلو. المشروع طبعا بيستهدف تاهيل وتبطين هذه الترع، لي طبعا زي ما حضرتك تفضلت كده لتوفير كل نقطه ميه في المشروع. طبعا المشروع ده بالنسبه لنا احنا كوزاره ري مشروع من مشروعات الحلم اللي احنا طبعا بنشكر عليها القياده السياسيه في هذا الشان، لان هذه الترع كانت بدايه منذ انشاء الترع الابراهيميه وفروعها من نهايه القرن 19 بتظل المشروعات اللي كانت قائمه عباره عن مشروعات صيانات يعني خفيفه زي ما بنقول، اللي بنؤدي الى ان احنا كنا بنواجه مشاكل، بعض المشاكل الكثيره في فترات اللي اقصى احتياجات اللي جايه الفتره اللي احنا فيها كده فتره الصيف. فطبعا المشروع ده عمل لنا نقله جامده برغم ان احنا لسه في البدايه، يعني مستهدف حضرتك اكثر من 800 ذراع محافظه المنيا باطوال زي ما قلت كده حوالي 2500 كيلو. احنا بدينا زي ما حضرتك تفضلت 104 ذراع بحوالي استثمارات حوالي مليار و100 مليون، وحضرتك كمان ابتدينا تاني في شرق ابو راس في مشروع تاني بتاع 98 كيلو تاني، ال 98 كيلو تاني باستثمارات حوالي 300 مليار، يعني حضرتك احنا حاليا شغالين ب ما يقدر مليار و400 مليون جنيه مصري اللي حضرتك اللي احنا شغالين فيه حاليا. وبالاضافه ان احنا كمان في بصدد التعاقد مع شركات سعوديه على 155 كيلو تاني، 155 كيلو تاني بما يعادل حوالي 650 مليون، يعني دخلنا في 2 مليار و100. هذا طبعا هذه طفره جامده، يعني طفره جامده في محافظه المنيا، وطفره كمان في صيانه وتاهيل الترع. المشروع ده يعني نقله، واعتقد ان هو عامل مربوط شعبي ولدى المواطن ولدى المزارع تحديدا، والضغوط اللي بتمارس علينا دي ان كله عايز يخلص الترع بتاعته في اسرع وقت. طبعا المشروع ده حضرتك زي ما تفضلت برضو، المشروع ده حضرتك على مدار 3 سنين تحس ان احنا مكيمين هذه شبكه الترع، والحمد لله يعني جايب نتيجه سريعه ومضبوط شعبي كويس، وجايب نتيجه يعني رائعه على الاقل في التفصيل المياه لنهاية الترع اللي احنا بنسميها عدالة توزيع المية. النهارده نهاية الترع كان بتعاني من وصول المية ليها، وبالعكس احنا كمان كنا بنضطر في بعض المناوبات العمالة للترع بندي تعويضات، يعني ندي زيادة في من ايام المناوبة يومين وثلاثة، كان بيستفيد منها اللي هو الجزء اللي في بداية الترع ويروي مرة واثنين والنهاية ما كانتش بتوصل. دلوقتي اسرع وقت ممكن يوصل، يعني دي نقطه مهمه باشمهندس عبد الحميد عايز استفسر منها عليها من حضرتك.
الأيام اللي بيتم العمل فيها في الترعة وهي مصدر المياه للمزارعين والفلاحين اللي بيروا الأرض، إزاي الناس بتتعامل بقى مع المشروع؟ يعني دلوقتي الترعة دي داخلالي عندي أنا في البلد بتاعتي بروي منها، فدلوقتي أنتوا شغالين فيها فاتقطعت المياه اللي بروي بيها، إزاي الناس بتتعامل مع هذه النقطة تحديدا؟ وإزاي الناس بقى بتتعامل مع الترع اللي تم طبطنها خلاص والانتهاء منها؟ لأن احنا كنا شفنا زمان يعني في بداية الموضوع الناس بترجع ترمي مخلفات تانية جوه الترعة، فقول لنا أثناء وبعد الناس إزاي بتتعامل؟ طبعا ده سؤال مهم جدا حضرتك. أولا احنا بنشتغل في ترع دي دايما ترع نظام ترع الري عندنا، احنا اسمها نظام ري ثلاثي في منطقة شمال الصعيد اللي هو في المنيا مني. النظام الري الثلاثي يعني الترعة بتبقى فيها المية لمدة 5 أيام وتغلق لمدة 10 أيام، فاحنا بنشتغل في فترة القفل بتاع الترعة عظيم عشان ما نأثرش على الزراعات خلال القصة، ولا يتم طبعا التعامل إلا زي ما قلت حضرتك كده فترة القفل أو بعد ما نطمئن تماما إن هو الناس كلها روت أو اطمئن إن جميع الزراعات تم ريها. طبعا هو حضرتك الجزئية التانية من السؤال الخاصة بتعامل المزارعين مع الترعة، طبعا هو أنا بقول لحضرتك فعلا في مردود شعبي غير طبيعي، في رضا كامل عن هذا المشروع، في سعي ليه. طبعا هو في بعض التصرفات طبعا بتتم التصرفات يعني غير مسؤوله او غير بعض المناطق، لكنها طبعا دي يعني على الاقل دلوقتي في وعي شعبي اكثر، في محاوله ان الناس نفسها بالاضافه للردع القانوني، لكن كمان نفسها من احساسهم باهميه المشروع وان هم وصلوا لهم الميه للنهايه، فالتعامل بدا يتحسن كثيرا مع هذه لان هو المزارع المصري من اذكى المزارعين في العالم، وبالتالي هو بيتعامل مع الحاجه اللي فعلا فيها فايده ليه بيحاول يحافظ عليها. طبعا المشروع عشان برضه فعلا زي الجزئيه اللي حضرتك اثرتها دي عشان يؤدي بكفاءه كامله لابد ان طبعا الجهات المختلفه تتعاون في ايجاد بدائل للقرى والمواطنين خاصة بموضوع الكمامة والمخلفات دي، يبقى في أماكن لتجميعها، في آليات لرفعها. أعتقد ده طبعا كل ده من خلال المشروعات اللي بتتم بحياة كريمة في بعض القرى هيؤدي إن كل المشروعات تكون متكاملة مع بعضها، فبالتالي هتخف أو تقلل من بعض الحاجات السلبية اللي بتتم في الترع. طيب باشمهندس خليني أسأل حضرتك عن آلية اختيار الترع المرشحة للتبطين، يعني هل في أولويات في اختيارها ودخولها المشروع؟ يعني اختيارها بيكون على أي أساس؟ واسمح لي كمان أسأل حضرتك عن الصيانة، وأسأل حضرتك كمان عن آليات حماية الترع اللي تم بالفعل تبطينها وتأهيلها. طبعا حضرتك احنا طبعا الترع زي ما قلت حضرتك في البداية احنا مقرر ان احنا نؤهل هذه الترع بالكامل خلال مدى زمن اللي هو 3 سنين الجايين، فبالتالي احنا بنختار الترع اللي هي متعبه اكثر في البدايه واللي زماماتها اكبر والحاجات اللي في مشاكل مياه فيها، فبالتالي دي منظومه الاختيار من البدايه، بالاضافه للاجزاء او الترع اللي داخله ضمن حياه كريمه او المناطق اللي داخله ضمن حياه كريمه. حضرتك الترع دي حضرتك احنا طبعا بنحاول دايما في مستقبلا موضوع الصيانه بتاع الترع، هو طبعا مش هيكون النظام الصيانه الحالي اللي هو حفارات فتؤدي للتاثير على القطاعات تاني بعد انشائها، حتى ان شاء الله يبقى في تفعيل لمنظومه الصيانه اليدويه، بالاضافه الى ان نوعيه معينه من الحفارات اللي ما فيهاش الباكت بتاعها او الجزء بتاعها الاولاني ما يبقاش فيه اسنان كده يبقى فيه رمل، بحيث ان هو ما ياثرش على القطاع المائي بعد انشائه. تمام يا فندم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزاره الري في محافظه المنيا، نشكرك يا فندم شكرا جزيلا. طيب هنخرج لفاصل قصير حضرات الساده المشاهدين ونرجع لكم نكمل صباح الخير يا مصر، استنونا. شكرا جزيلا يا دينا، شكرا جزيلا ليكي. طيب
الكام يوم اللي فاتوا يمكن حسينا بدرجات حرارة عالية شويتين، وان الجو كان مختلف شوية، وان احنا متعودين على الحر بس كان في حر زيادة ومستمر. ده اللي احنا حسينا بيه كبني ادمين عاديين، بس لما نبتدي نربط الامور ببعضها تلاقي مثلا ان في دول في شرق المتوسط او في شرق حوض البحر المتوسط حصل فيها حرائق في الاشجار وفي الغابات، زي مثلا اليونان، زي شمال لبنان، نلاقي في غرب المتوسط ايضا في زي الجزائر حصل فيها حرائق ضخمه ومستمره لحد دلوقتي، وصلت الوفيات بسببها الى مثلا 50 شخص فارق الحياه بسبب الحرائق. تلاقي دولة زي تونس وصل فيها درجة الحرارة في خلال اليومين اللي فاتوا لتقريبا 47 و48 درجة مئوية. القاهرة وصلت لأعلى درجة 43 درجة. تلاقي قبلها بشوية في أمطار موجودة في شبه الجزيرة العربية وعلى الإمارات والدول المجاورة ليها. أيضا كما اعتدنا في مثل هذا الوقت، بس الأمطار كانت أزيد شوية في جنوب مصر في منطقة حلايب وشلاتين. في حالة من حالات التغير المناخ، في حالة من عدم الاستقرار، في كوكب الأرض بيقول لنا كفاية أنا تعبت، في تلوث، في تلج بيسيح في القطب الشمالي في القطب الجنوبي، كل الحاجات دي لازم يعني لازم نربطها ببعض. هو الموضوع مش ان احنا اليومين دول حر بس، او ان الشتاء بقى اقصر ودرجات الحراره فيه منخفضه اكتر. تفاصيل كتير قوي هنعرفها ونتكلم مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئه العالمي للمناخ وامين اتحاد خبراء البيئه العرب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. نقلق لغايه فين؟ يعني نقلق شويه ونطمن شويه، لكن نقلق كتير لما نشوف درجة حرارة الكرة الأرضية اللي كنا متوقعين إنها يعني تزداد درجة مئوية واحدة في 2050. آخر تقرير اللي هيعرض على مؤتمر المناخ القادم ده يعني بيقول إن احنا عدينا أو قربنا خلاص وصلنا لدرجة ونص مئوية 2025. ودرجة ونص مئوية بالنسبة للمناخ الكرة الأرضية احنا بنعتبرها حاجة كبيرة جدا طبعا، لأنه بتم تسخين كل شيء على سطح الكرة الأرضية، وأول تسخين بيتم على القطب الشمالي والجنوبي، فيبتدي المية اللي في القطب الشمالي والجنوبي تسيح، التلج يسيح وينزل المية لغاية لما الفلاح بتاعنا في مطوبس في كفر الشيخ في دلتا النيل يلاقي المية المالحة عنده بتعلى في الأرض بتاعه. شوف هو الذوبان تم فين؟ هناك في آخر القطب الشمالي، ويشعر به الفلاح المصري والفلاح الهندي، يقول لك الأرض ملحت، وبعد كده يقول الأرض ملحت لأنه دخل عليه المية الملحة، وهو أساسا شغال بمية عذبة، فالمية لما تملح يبتدي إن هو التربة بتاعته محتاجة إن هو يصلحها، فيتكلف فلوس علشان يجيب أسمدة ويجيب كيماويات ويصلح هذا التملح. يعني مثلا مصر هتصرف حوالي 750 مليون دولار من وزارة الري عشان تحافظ على شواطئنا على ساحل البحر المتوسط، خصوصا ما بين فرعي رشيد وفرعي دمياط. كل دلتا الأنهار في العالم بدأت المية المالحة تعلو فوق الأرض بتاع الدلتا دي، يعني فيه هي مجموعة دول الدلتوات، مصر من ضمنهم، اللي هي ليها أنهار ليها دلتا يعني. فطبعا نتيجة ارتفاع مستوى سطح المياه المحيطات والبحار بدأت هذه التربة الزراعية، على فكرة الدلتا تشكل يعني 66% من الغذاء بتاع مصر يعني. مظبوط. لكن احنا طبعا مش بنتكلم بقى على ظاهرة الزحف العمراني والمباني على الأرض الزراعية اللي يعني الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة خدت موقف حاسم فيها، لكن بنتكلم على الطبيعة، إن مصر بلا ذنب الأراضي بتاعتها المتخمة للبحار ستتملح جزء كبير منها. وعشان لما نتكلم على هذه الظاهرة نقول طب وهو إيه ذنب الدول اللي زي دي؟ الدول الصناعية ولعت في المناخ، علشان منذ الثورة الصناعية احنا كنا حاسبين يعني لغاية 1950 لما بدأ يبقى في قياس علني، اعلنت الولايات المتحده الامريكيه والعلماء اللي فيها في 1950 ان ظاهره المناخ ستسبب
كوارث طبيعية على معظم، مش على معظم، على كل النظم البيئية، البحار والمحيطات والمياه من ناحية، التربة من ناحية أخرى، الغابات اللي حصل كوارث في حرق الغابات وفي تقطيع الغابات زي غابات حوض نهر الأمازون. لما البرازيل قطعت تلت الغابات بتاعتها حصل جفاف في أفريقيا لمدة 7 سنوات ومات فيها آلاف من البشر ودمرت مئات الملايين من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أفريقيا دون ذنب للفلاح الأفريقي. ده واحد قرر يعمل سد في حوض نهر الأمازون فقطع تلت غابات، ودي أكبر على فكرة مساحة غابات في العالم وأكبر مصنع أكسجين في العالم وأكبر مصدر أكاسيد الكربون في العالم. فروحت أنت مدمر كده بقرار واحد عشان تبني سد عالي هناك، أنك أنت تدمر تلت الغابات دي. أنت النهاردة ما تقدرش تتكلم، يعني حتى ظاهرة النينو أن بتعمل تسخين في المحيطات، أنت ما تعرفش درجة الحرارة دي عليت من إيه، يعني ما بقتش خلاص قدرتك على تحديد المصدر بقت صعبة، لأن أنت المحيط الهادي ده على بعضه كده والمحيط الأطلنطي على بعضه أنت مش عارف المية بتاعته ساحت من القطب الشمالي وجات له ولا القطب الجنوبي ساح وفك جزء على فكرة من القطب الجنوبي، لدرجة أن الإمارات كانت عايزة تشتري جبل جليد وتسحبه لعندها لأنه تفك الجبل الجليد نفسه اتقسم وبقى عايم لوحده. فالإمارات قالت طب ما نسحب الجبل ده واجيبه عندي، وهي طبعا بلد صحراوية ما عندهاش مصادر مياه عذبة. لهذه الدرجة تأثرت النظم البيئية ولهذه الدرجة تأثرت الكائنات الحية. احنا لقينا يعني العلماء لقوا أسماك وحيتان في المحيطات الجلد بتاعها متقطع، فبيشوفوا اتقطع ليه، لقوا انه أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين اللي احنا بنطلعها في حرق الوقود لما بتيجي على سطح المية وتختلط بيها بتعمل حمض كبريتيك أو حمض نيتريك اللي هو بنقول عليه بالبلدي مية نار. فلقينا الجلد بتاع الحيتان والأسماك الكبيرة الجلد متقطع لأنه كأنك أنت حطيت عليه مادة كوية. يعني عايز أقول لحضرتك أنه لم يكن أحد يتخيل أن توازن المناخ ونسبة الأكسجين فيه كانت معتمدة بنسبة كبيرة على ظاهرة اسمها الطحالب الخضراء. الطحالب الخضراء ده وانت راكب مركب مثلا في حتة ما يكونش فيها حركة بحرية كتير تلاقي سطح الأرض عليه زي ما يكون مساحة خضراء كده. مظبوط. ده غير النباتات اللي تحت الماء اللي فيها برضو الكلوروفيل وبرضو نفس النظام انها بتمتص أكاسيد الكربون وبتطلع أكسجين. فأنت ماشي التانك بتاع البترول عمال يخر كل شوية وهو ماشي في الطريق بتاعه، فبتعمل إيه؟ طبقة البترول دي أو الزيت الخام أو حتى لما يفضي المركب بتاعه يقولك أنا بغسلها، بيغسلها دي يروح منزل مية اسمها مية الصبورة دي، إن هو غسل مكان التانك البترول بتاعه أو الجاز فغسله فبيرميه في الإيه؟ في البحر. المفروض ما يرموش في البحر، إنها بيجي عند أحواض معينة في المواني ويرميها وبتتنقى والى اخره، فبيرميها في البحر، ولما بيرميها في البحر ما يعرفش ان هو عمل ستاره على اشعه الشمس اللي بتنزل للكائنات البحريه في الميه، ولا يعرف ان هو عمل دمار لكائنات ونظم بحريه من ضمنها ان انت مثلا الشعب المرجانيه بتاعتك يحصل لها حاجه اسمها ان الشعب تبيض. انت لما تروح البحر الاحمر او شرم الشيخ في مصر وينزل حد يعمل دايفنج يلاقي سبحان الله ألوان من أبدع ما يمكن تحت المية. طبعا أنت لما يحصل هذا التلوث بيبتدي يعمل حاجة اسمها البليتشنج، تبيض الشعب المرجانية تتحول كأنها صخرة رغم أنها كائن حي يعني، فبتدي ألوان جميلة وهي كائن حي. أول ما تتحول لصخرة بيضاء كده لا اهتمام للسائح بقى، يعني ممكن تفقد أنت خلاص. السياح بتوعك ده. اللي بيجي من آخر الدنيا علشان يشوف المنطقة بتاعتك بلا ذنب للدول النامية، يعني الدول النامية تدفع ثمن التقدم الصناعي اللي حصل في أوروبا. بس دكتور يعني اسمح لي خليني أقول لحضرتك حاجة برضو، حتى الدول النامية كان ليها يد برضو، يعني البشرية كلها الحياة كان ليها يد. يعني خليني أقرأ لحضرتك جزء من التقرير. التقرير قال إن درجات حرارة سطح الأرض سجلت من 1970 ارتفاع بشكل أسرع بالمقارنة بأي بخمسين عام أخرى على مدار 2000 عام. ده غير بقى ان درجة حرارة سطح الأرض سجلت ارتفاع بواقع درجة و9 من 10 من 100
اعلى خلال السنوات العشرة ما بين 2011 و2020 مقارنة من 1850 ل 1900، يعني ارقام مرعبة. ده غير ان مستوى سطح البحر تضاعف 3 مرات تقريبا، يعني احنا بنتكلم في ارقام بالفعل مرعبة. والصورة الاكبر بقى ان احنا زي ما حضرتك كلمت الدول الصناعية والدول عامة وصلت لمستوى متطور جدا من الصناعات. فالسؤال هنا، هل هنضطر، عشان اصل يعني اللي بيحصل دلوقتي يا فندم ملوش حل، يعني لازم نقف قدام نفسنا كده ونشوف الوضع ده عشان نقدر نسيطر عليه. هل بالفعل احنا لو الصورة الاكبر، هل هنضطر ان احنا نوقف كل ده او نحاول نحد منه شوية، ولا في حل ممكن نقوم بيه، حل سريع؟ لانه واضح انه وتيرة الارض ووتيرة اللي بيحصل دلوقتي في الكرة الارضية كبير ومتسارع جدا وفي دول كتير جدا. هو انا عايز اقول لحضرتك ان يعني حصل التطور الاقتصادي في الصين وفي الهند وفي الدول اللي احنا بنقول عليها الصناعية الجديدة، الحقيقة دفع الكرة الارضية تكلفة باهظة جدا، لانه يعني انت بتعمل اقتصاد مثلا في 50 سنة يساوي 500 سنة. فحصل مثلا نموذج ان الصين عندها 10,000 منشأة شغالة بالفحم. احنا طبعا كخبراء بيها اول حاجة بالنادي بيها وقفوا الفحم ووقفوا البترول وروحوا للطاقة الشمسية وروحوا للطاقة الكهربائية المولدة من المياه وروحوا لطاقة الرياح. احنا بندور على مصادر الطاقة النظيفة، واحنا مثلا ربنا حبانا بالغاز الطبيعي في مصر، ودي حاجة كويسة ان احنا هنستبدل شوية الحرق بتاع الوقود التقليدي سواء الديزل او البنزين او غيره. لكن اللي حصل انه دخلت الصين والهند واندونيسيا مجموعة الدول اللي هي كانت دول ضعيفة واصبحت دول صناعية كبرى لم تلتزم بالبعد البيئي. العشر تلاف منشأة اللي بتشتغل بالفحم في الصين حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها اللي صلح نفسه منها 1600 منشأة بس. فانت لو بصيتي على الخريطة في القمر الصناعي تحسي ان في شمع، يعني في تورت عليها شمع، في يعني كل حتة مولعة في الصين. وانت بتقول للصين انت تقدر خلاص انت وصلت بقى، يعني هم اعلنوا كذا مرة ان هم هيلتزموا، بس اخر رقم قال انا بوقف 1600 منشأة بتشتغل في الفحم، لكن الباقي لسه هديله فترة. هم الأول قالوا 2063 وبعدين رجعوا قالوا 2053 هنوقف التلوث. لكن طبعا يعني الصين وروسيا والهند، الاتحاد الأوروبي 40% بالانبعاثات والتزم، بدأ يلتزم. وألمانيا ابتدت تقلل استخدام الفحم. لا، الاتحاد الأوروبي الوحيد اللي تقدر تقول عليه التزم، لكن أمريكا في فترة ترامب ولعت في كل حاجة وخرج من اتفاقية المناخ. صحيح. وخرج من اتفاقية وولع في كل حاجة، يعني أي وقود قدامه كان بيولع فيه. يعني يمكن جو بايدن، بس على ما جو بايدن يحاول يرجع هيكون مشي وهيرجع الجمهوري تاني يولع في الفحم مرة أخرى. مفيش التزام حقيقي. أنا قدامي اتفاقية تغير المناخ، قدامي 20 ثانية وتخلص الفقرة. المسؤولية هنا على أفراد ولا مؤسسات ودول؟ هي دول الأول ثم مؤسسات ثم أفراد. يعني عايز أقول لحضرتك الدول اللي وقعت على اتفاقية باريس في 2015 احنا لسه هنتحايل عليهم في المؤتمر بتاع المناخ اللي قادم في انجلترا ده، لسه هنتحايل عليهم والنبي التزم. يعني الموضوع مش بس ان انا امسك كيس بلاستيك اخليه كيس ورق، ولا شاليمو اخليها شاليمو كرتون بدل شاليمو بلاستيك. الموضوع من عند الدول الصناعية الكبرى والمصانع انها توفق اوضاعها البيئية، او تحول التكنولوجيا لتكنولوجيا نظيفة. انا بقولهمش وقفوا انتكوا يعني. مظبوط. دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي للمناخ وامين اتحاد خبراء البيئة العرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، شرفتنا ونورتنا. حضرات السادة المشاهدين، 9 صباحا بتوقيت القاهرة موجز اخباري جديد مع دي. إليك دينا. شكرا لك حسام. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات. وخلال استقبال الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد النهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات. ومن جهته أشاد الشيخ طحنون بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا التطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشهد الاجتماع عرضا حول موقع ومساحة المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة الطريق لإنشاء المنطقة وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، وذلك بمطار القاهرة الدولية مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والحكومة الرومانية وشركة أسترازينيكا. وفي بيان للوزارة أعلنت الصحة أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرا إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233,405 حالات. وفي بيانها أعلنت الوزارة تسجيل 86 حالة إيجابية جديدة وست حالات وفاة. أطلقت قوات الأمن العراقية عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قطاع عمليات محافظة الأنبار غربي البلد. وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن قوات مشتركة من الجيش والداخلية وبإسناد جوي باشرت تنفيذ عملية ملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير أوكارهم ضمن قطاع الأنبار. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانضم ميسي للنادي الباريسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد فشل كل محاولات بقائه مع نادي برشلونة الإسباني. نهاية موجز التاسعة، فاصل ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا لكم بجديد ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. في البدايه كنا بنتكلم مع حضراتكم انا وحسام على اهميه تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لكن لا يليق بمصر ابدا انها تعتمد على استقدام الخبرات في هذا المجال، فبالتالي لازم يكون عندنا كوادر مصريه في هذا القطاع تحديدا، وبالتالي الدولة اهتمت بتكنولوجيا المعلومات وبالتحول الرقمي. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة. أهمية إنشاء هذه الجامعة خصوصا أنها بتعتبر أول جامعة من نوعها في مصر، خلينا نعرف
تفاصيل أكثر عن هذه الجامعة معنا على التليفون دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك معالي الوزير، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام، أشكرك على الاستضافة الكريمة. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية خليني أسأل حضرتك عن أهمية إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة إن إحنا ممكن نقول إيه الجديد اللي فيها. إحنا عندنا مثلا جامعات Information Technology أو جامعات متعلقة بتكنولوجيا المعلوماتية بالفعل موجودة، إيه الفرق؟ تمام يا فندم، هو زي ما سيادتك تفضلتي في المقدمة، هي بالفعل أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا الجامعات الأخرى وهي جامعات عريقة وطبعا يعني محترمة ومرموقة، تضم كليات لهندسة الحاسبات أو لعلوم الحاسبات وغيرها. إحنا جامعة متخصصة في هذه العلوم. جامعة تضم أربع كليات، كلية هندسة حاسبات، وكلية علوم حاسبات، كلية تكنولوجيا الإدارة أو بزنس إنفورماتكس، وكلية الفنون الرقمية ديجيتال أرتس. الجامعة، وده سؤال مهم اللي سيادتك تفضلت بيه، إيه يعني الهدف من هذا المشروع وأهميته؟ مشروع بيستهدف أكثر من عنصر في منتهى الأهمية. الأول هو أنه يكون لدينا فعلا جيل متخصص متعمق في يعني كافة روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، ولذا زي ما بقول الكليات يعني متخصصة في علوم حديثة مطلوبة في سوق العمل، زي الفنون الرقمية، زي الأمن السيبراني، زي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية ان احنا استراتيجية الجامعة بترتكز على الاتفاقيات مع الجامعات العالمية المرموقة، ولذا الجامعة عقدت اتفاقية مع جامعة تردو الأمريكية. جامعة تردو دي واحدة من أحسن 10 جامعات في الهندسة في أمريكا، وجامعة مينيسوتا، وبنقدم للطالب، وده النقطة اللي سيادتك يمكن تفضلتي بيها، الفريد في الجامعة إيه؟ احنا بنقدم للطالب نموذج يمكن مختلف شوية. بنقول ان اول 3 سنين هيدرس في مصر في جامعة مصر المعلوماتية. السنة الرابعة له الاختيار، اما انه يكمل دراسة في جامعة مصر المعلوماتية ويحصل على بكالوريوس من الكلية اللي هو ملتحق بها، او ان هو يسافر الى جامعة بيردو او جامعة مينيسوتا ويحصل على شهادة بكالوريوس مزدوجة، بكالوريوس من جامعة مصر المعلوماتية وبكالوريوس من جامعة تردو. طب ده مميزاته ايه؟ اولا من ناحية وجهة نظر اولياء الامور، ان انا بصفر ابني وهو في سن 22 سنة مش في سن 18 سنة، فببقى انا مطمئن عليه اكثر ومطمئن على يعني سلامته وامنه وهو في الغربة اكثر. نمرة 2 طبعا العبء المالي، ان انا العبء المالي المفروض على ولي الأمر بدل ما يبقى 4 سنين في الخارج يبقى سنة واحدة ويحصل على شهادة من الخارج كما لو كان قضى الـ4 سنين في الخارج. بالنسبة لشبابنا اللي هو يتطلع إلى يعني أن يخوض تجربة الحياة خارج مصر والدراسة في جامعة متقدمة والتعرف على ثقافات أخرى وإلى آخره، هيستطيع أنه أو هيتاح له هذه الفرصة أنه يسافر في آخر سنة ويعيش سنة في جامعة بيردو الأمريكية ويخوض هذه التجربة اللي هو بيتطلع إليها. هو الحقيقة بيجمع بين الحسنيين، وده في منتهى الأهمية، وفي النهاية بيحصل على شهادة من جامعة بيردو. طب اللي مش عايز يسافر وعايز يكمل هنا، أهلا وسهلا، هيقعد 4 سنين هنا، هيتعلم بنفس المناهج الموجودة في جامعة بيردو أو جامعة مينيسوتا، أساتذة متخصصين على أعلى مستوى، سواء مصريين بيدرسوا بالطريقة التقليدية المحاضرات التقليدية أو من خلال التعليم عن بعد مع أساتذة من جامعة بيردو أو جامعة مينيسوتا. لدينا معامل وآلات وروبوتات على أعلى مستوى حسب المواصفات التي حددتها هاتين الجامعتين المرموقتين. عظيم. دكتور عمرو، عايز اتنقل مع حضرتك الى يعني عطفا على الجامعه ومنها الى فكره التحول الرقمي اللي مصر بتاخده في بعض الخطوات.
الانفورميشن تكنولوجي دلوقتي او خدمه المعلومات او تكنولوجيا المعلومات عفوا هي اللي بتساعد دلوقتي على تقديم نوع جديد من الصناعات، وهي صناعه تقديم الخدمه السيرفيسز اللي بتقدم رقميا، وازاي العالم بيتحول ليها سريعا. مصر في المركز 114 على مستوى العالم في سهوله ممارسه انشطه الاعمال. ازاي التحول الرقمي والجامعات زي الجامعة اللي ذكرناها مع حضرتك ممكن تأثر عشان نعلى في هذا المؤشر أكتر عشان نقدر نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه على الأقل في الشرق الأوسط؟ أشكرك على هذا السؤال، لأنه يعني بالفعل هو سؤال يعني الأول، وسؤال حضرتك احنا بنمثل جوانب مختلفة من نفس يعني المشروع الكبير اللي احنا بنشتغل عليه، وهو بناء مجتمع رقمي او بناء مصر الرقمية. مجتمع رقمي يعني عندي كوادر مؤهلة في العلوم الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات اللي اتكلمنا عليه واحنا بنتكلم على الجامعة النهارده، او دلوقتي سيادتك بتثير موضوع اخر في منتهى الأهمية، وهو ميكنة ورقمنة الخدمات التي تقدم للمواطن من قبل الحكومة، وأن المواطن يحصل على خدماته بطريقة سهلة وميسرة ومحوكمة، وده اللي بنحاول نعمله من خلال منصة مصر الرقمية. المنصة بتقدم النهاردة 90 خدمة في مختلف المجالات، بنقدمها طبعا بالتعاون مع جهات مقدمة الخدمة. زي إيه الخدمات دي؟ زي مثلا بطاقات التموين لمن يستحق مننا بطاقة تموين، زي تجديد رخص المركبات، زي التوثيق التوكيل خدمات التوثيق وإصدار التوكيلات، زي خدمات التأمينات الاجتماعية. كل هذه الخدمات طبعا بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتموين والنيابة العامة وغيرها من الوزارات التي نتعاون معها لتقديم هذه الخدمات. أنا النهاردة لو عايز أجدد رخصة سيارتي أقدر أخش على المنصة وأجدد رخصة السيارة وتجيلي لحد البيت دون عناء الذهاب إلى جهة حكومية أو أكثر لاستخراج رخصة سيارة، أو عشان أجدد بطاقة التموين أو أضم ابني إلى بطاقة التموين أو إلى آخره. كل خدمات، كل حاجة من هذه الخدمات أقدر أعملها بشكل ميسر. طب أنا لو أنا يعني ما عنديش استعداد ان انا اتعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر وادخل على المنصه والاخر، اقدر اروح عندنا 500 مكتب من مكاتب البريد بتقدم هذه الخدمه بواسطه من زملائنا الموجودين في مكتب البريد. فانا اقدر مكتب البريد اللي انا يعني القريب الى منزلي او عملي، واستعين بزميلنا موظف البريد انه يجري هذه الخدمات، وعطيم بالفعل اللافتات على مكاتب البريد التي تقدم خدمات مصر الرقميه 500 مكتب، وان شاء الله هنزودها اكتر قبل اخر السنه. طب انا مش عايز انزل ولا عايز اروح مكتب البريد ولا عايز اتعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، مفيش مشكله، اكلم 15 ثلاث ساعات الخط الساخن لمصر الرقميه، وزملائنا في مركز الاتصال هيخلصوا الخدمه للمواطن وهو على التليفون. عظيم. طيب معالي الوزير، يعني هرجع تاني لنقطه الوحدات اللي في الجامعه، والجامعه يعني بتتضمن ايه؟ احيانا الجامعه بتتيح بيئه ابداعيه للطلبه، ومن ضمن اليات تحقيق بيئه ابداعيه للطلبه هو انه في واحد تكنولوجيا بتستضيف الشركات العالميه والمحليه والبنوك، ده عشان يساهم في توفير فرص عمل وتدريب كمان للطلاب. عايز اسال حضرتك عن هذه النقطه تحديدا، فرص العمل وفرص التدريب، ده نقطه مهمه جدا، الاهالي كلهم بيهتموا ابني هيخش جامعه كذا عشان هيطلع يشتغل كذا. صحيح، ودي نقطه ايضا في منتهى الاهميه متعلقه بقى بموقع الجامعه. الجامعه احنا قصدنا من ان تنشا في مدينه المعرفه في العاصمه الاداريه الجديده. مدينه المعرفه هو مجتمع تكنولوجي متكامل نقيمه في العاصمه الجديده. مجتمع تكنولوجي يعني ايه؟ يعني لدينا مراكز بحوث تابعه لوزاره الاتصالات، لدينا مراكز تدريب تابعه لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، لدينا الفروع لكبرى الشركات العالمية العاملة في مصر نخطط لوجودها هناك، لدينا مكان لحاضنات شركات صغيرة وناشئة نخطط لوجودها هناك، لدينا مركز بحوث للتصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة، لدينا كل عناصر المجتمع المعلوماتي. وجود الجامعة، وجود الطلبة
في هذه البيئة أو المجتمع المعلوماتي إن شئتي بيعزز فرصه في التدريب، في الاحتكاك بالخبرات، في الالتحاق بعمل، في متابعة مستجدات التكنولوجيا، ويعني دخول المجتمع المعلوماتي بشكل أيسر وأكثر. طيب دكتور عمرو، مع أمر الدراسة في الجامعة عايزين نعرف من حضرتك آليات الدخول، يعني هل اللي هيدخل الجامعة هيكون متوقف بس على يعني نتيجته في ثانوية عامة، ولا في اختبارات قبول؟ امتى هتبتدي يعني الدراسة؟ في اختبارات يعني قبول، يعني نعرف من حضرتك أعداد الطلبة كمان. حاضر، وفي اختبارات قبول، والطلبات الالتحاق بدأت بالفعل، لأن احنا إن شاء الله نخطط لفتح أبواب الجامعة مع مطلع العام الدراسي القادم. الجامعة لها موقع يعني يمكن للطلبة إن هم يدخلوا عليه ويعرفوا تفاصيل خطوات التقدم للالتحاق بالجامعة. هناك منح دراسية للمتفوقين تصل إلى 50% لمن يكون مجموعه في الثانوية العامة 95% أو أكثر. السيد الرئيس تفضل بمنح منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة. لدينا مرونة كبيرة جدا في مصروفات الجامعة وما يتعلق بها من أعباء مالية. الأمر الوحيد الذي لا مرونة فيه هو التفوق العلمي، لأنه الجامعة تعتمد أو يعني تهدف أن تكون جامعة رفيعة المستوى متعاقدة مع جامعات عالمية مرموقة تقدم وجبة علمية دسمة. لابد أن يكون الطالب لديه القدرة على التحصيل والمذاكرة والمثابرة على نحو يمكنه من يعني النجاح في هذا النظام الدراسي يعني المركز. ودي امر في منتهى الاهميه، يعني وما فيش فيه يعني لابد ان يكون طالب متفوق حتى يستطيع ان يلتحق بهذه الجامعه. طيب معالي الوزير، اخيرا خليني اتاكد من حضرتك، هو طبعا بدايه الدراسه هتكون من اكتوبر، اللي حابب يتقدم ده بيكون من خلال التنسيق ولا ايه اللي بيحصل؟ اليات التقدم هو اليات الالتحاق موجوده على موقع الجامعه، بيتقدم بطلب، بيجري امتحانات يعني القبول، امتحانات القدرات. هيبقى طبعا في يعني خطوات التنسيق للجامعات الاهليه والخاصه، احنا خاضعين لها، لان طبعا دي النقطه المهمه برضو، انه الجامعه لديها كل عناصر الثبات والاستمراريه. هي جامعه منشأة بقرار جمهوري مملوكة لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، تشرف عليها وزارة التعليم العالي، فكل عناصر الثبات والاستقرار موجودة فيها. ليس الجامعة أقامها مجموعة من مثلا يعني الأفراد يمكن أن تتعرض لهذه الذات يعني. طبعا كل التوفيق، نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشكر حضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات. طيب ننتقل إلى ملف آخر وهو الملف السياحي. العاملين في القطاع السياحي ابتدوا يعني يقولوا الحمد لله ويشموا نفسهم أكتر بعد عودة الرحلات الروسية واستئنافها مرة تانية بعد توقف يعني وصل لأكتر من 5 سنين. طبعا عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ هيكون ليها مردود إيجابي على العاملين في القطاع السياحي وعلى القطاع السياحي بشكل عام، وهيبقى فيه يعني انتعاشة، السوق هيرجع يجذب تاني عاملين في القطاع السياحي لأن في فلوس داخلة، فهتحتاج ناس تشتغل، في عدد من السياح جايين أكتر فهتحتاج ناس تشتغل أكتر. نروح أكتر ونتكلم في تفاصيل الموضوع أكتر مع المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة. صباح الخير يا فندم وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. طيب في البداية، عودة السياحة الروسية بكل تأكيد هي هامة للعاملين في القطاع السياحي، سواء عاملين في محلات أو في الفنادق أو العديد من قطاعات السياحة. عايزين نعرف من حضرتك إزاي القطاع السياحي استعد لاستقبال الوفود الروسية، لأن يعني
نقدر نقول ان يعني السياحه في مصر كانت قبل روسيا ابتدت تشم نفسها شويه، لكن في عدد ضخم جاي، فاحنا ازاي استعدنا له عشان نقدر نواكب هذه الاعداد ونقدم لها خدمه مختلفه عن اللي كانت بتشوفه في مصر قبل الخمس والست سنين اللي فاتوا؟ بدايه في الخمس ست سنين اللي فاتوا قطاع الاعمال السياحي حصل فيه تطورات كبيره جدا، سواء في الخدمه او في المشاريع الجديده او في الغرف في الفندقيه اللي تم اضافتها او في عدد المطورات اللي تم تطويرها او افتتاحها. فاحنا الحمد لله كدوله في الاطار العام يعني شهدنا طفرات قويه جدا في تطوير البنيه التحتيه للدوله، وقطاع الاعمال السياحي كان جزء من هذه المنظومه. طبعا يعني في سنه 2019 احنا وصلنا لاعلى مدخولات سياحه في تاريخ مصر حتى بعدم وجود السياحه الروسيه، لان احنا اشتغلنا الحقيقه بعد انقطاع السياحه الروسيه على استراتيجيه تنويع مصادر الاسواق المصدره للسياحه، ونجحنا في ذلك واجتذبنا سياحه من دول كتير يمكن ما كانتش بتيجي مصر قبل كده، ونجحنا في ذلك في 2019. وبوادر كانت 2020 كمان ان احنا كنا نزيد 25% زياده، فكانت هتبقى يعني سنه ما حصلتش للسياحه المصريه قبل كده. لما جت جائحه الكورونا عملنا يعني مع وزاره الصحه ووزاره الطيران المدني لاقرار ضوابط الاجراءات الاحترازيه لعوده السياحه والطيران، ومصر كانت من اوائل الدول السياحيه عالميا اللي تفتح ابوابها للسياحه، وقد تكون متفرده ان هي ما قفلتش بعد ما فتحت، في دول كتير حصل معاهم هذا الموضوع. اصدرنا شهاده ممارسه النشاط السياحي باجراءات الكورونا، واللجان التفتيش المختلفه من وزاره السياحه بتتابع تنفيذ الفنادق والمنشات السياحيه المختلفه لهذه الاجراءات. وبناء عليه احنا عايزين نقول بس ان الحمد لله الفنادق الطاقه الفندقيه اللي عندنا تقدر تستوعب، لان كان في فنادق ما زالت مغلقه لسه ما فتحتش ابوابها للعمل بانتظار ان الحركه السياحيه ترتفع مره اخرى، واعتقد ان في عدد كبير من الفنادق في الفتره الماضيه بدا يفتح ابوابه ويستعد لاستقبال السياحه الروسيه، مش بس السياحه الروسيه، يعني الحقيقه في الكام اسبوع اللي فاتوا قبل السياحه الروسيه وصلنا لمعدلات سياحيه جيده جدا، والكلام ده في ربوع مصر كلها سواء محافظه جنوب سيناء، البحر الاحمر، الساحل الشمالي والاسكندريه، الحقيقه الارقام عندنا جيده جدا، واعتقد ان احنا كدوله سياحيه حققنا معدلات تفوق المعدلات العالميه الحمد لله. عظيم. طيب باشمهندس خليني اسال حضرتك عن عدد الرحلات اللي تم حجزها حتى الان، ويعني عوده السياحه الروسيه يمكن كان من يوم الاثنين، حتى الان كام رحله جت والرحلات كمان اللي تم التبليغ بيها؟ المقرر والمعلن فعليا واللي تم الاتفاق مع الجانب الروسي عليه هي خمس رحلات اسبوعيه لشرم الشيخ وخمس رحلات اسبوعيه للغردقه، اجمالي 10 رحلات بالكامل، وهذه شركات روسيه بالاضافه لشركه مصر للطيران 7 رحلات برضو للمدينتين، واعتقد ان هم سيتم رفعهم قريبا ل 10 رحلات برضو، فهيبقى عندنا اجمالا 20 رحله في الاسبوع ما بين المدن الروسية ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر. ودي طبعا مرحلة يعني مبدئية، الإجراء دوت بيتخذ من لجنة الأزمات من الناحية الروسية علشان موضوع الكورونا، هم طبعا يعني بصوا على الإجراءات الاحترازية بتاعتنا فلقوها يعني ممتازة جدا ومتقدمة، والتقارير بتاعتهم كانت إيجابية، لكن معدلات التشغيل لازم تبقى بشكل تدريجي، مش هينفع يفتح المجال الجوي دون تحديد اعداد مع بدايه التشغيل. فان شاء الله يعني مع التزامنا باجراءاتنا الاحترازيه وانخفاض الاعداد الاصابات عموما في مصر، ده هيبقى مشجع جدا ان احنا نزيد الرحلات في المستقبل القريب باذن الله. باشمهندس احمد اخيرا عندي استفسار كده، تساؤل يعني، ليه احنا ما بنروجش للسياحة الأجنبية في الساحل الشمالي في مصر؟ يعني الساحل الشمالي على البحر المتوسط، واحنا شايفين السياحة في دول البحر المتوسط في فترة الصيف عاملة ازاي، ولنا في اليونان أسوة يعني، واحنا عندنا الساحل الشمالي فيه كتير جدا من الأماكن السياحية والقرى السياحية الجاهزة لاستيعاب عدد كبير جدا من الأجانب، خصوصا ان الجو في الصيف في مصر في الساحل الشمالي بيبقى أفضل كتير من البحر الأحمر. ليه الحتة دي ما فيهاش شغل أكتر من كده يا فندم؟ ده سؤال ممتاز،
واشكر حضرتك عليه. الحقيقه الموضوع دوت احنا بنفكر فيه بقالنا سنين طويله. كانت مشكلتنا الكبيره في الساحل الشمالي الغرف الفندقيه المناسبه من ناحيه الجوده والاعداد. لو حضرتك يعني كلنا شايفين الساحل الشمالي في كميه كبيره جدا من الاسكان، لكن بنتكلم على الشاليهات والمنتجعات المختلفه مش الفنادق. احنا عشان نستضيف يعني سياحه بشكل كبير يجب ان يكون في غرف فندقيه بساعات ومواصفات معينه عشان نقدر نستوعب السياحه القادمه. والحقيقه اتبنى عدد وتم افتتاح عدد من الفنادق في الفتره السابقه، والدولة الحمد لله مع وجود مدينة العالمين والتطوير اللي بيحصل في الساحل الشمالي احنا متفائلين ان الديستنيشن او الوجهة السياحية في الساحل الشمالي هتكون هي الحصان الرابح في الفترة القادمة. واحب اطمن حضرتك ان احنا طبعا عملنا انشطة سياحية كتير للترويج للساحل الشمالي حتى قبل الكورونا، وكان بيجي عدد كبير من الايطاليين والالمان قبل الكورونا، فاحنا كنا ماشيين على هذه الوجهة. النهاردة احنا في طيارات بتيجي من كازاخستان وبعض الدول الاخرى، لكن يمكن مش اعداد منظوره او محسوسه قوي، لان النسبه المئويه من وجود الاجانب للمصريين لغايه دلوقتي قليل نظرا لعدم وجود غرف فندقيه كافيه. يعني نقدر نقول على السيزون الجاي الصيف الجاي من شهر 6/2022 ل9/2022 ننتظر سياحه اجنبيه موجوده في الساحل الشمالي المصري. ده هيتوقف على حاجتين: انحسار وباء كورونا ان شاء الله، متوقعين اول ما ده يتم الإيطاليين والألمان طبعا هيرجعوا لهذا المخصب، رقم واحد. رقم اثنين ان احنا نقدر فعلا ننتهي من الفنادق اللي هي تحت الإنشاء دلوقتي عشان تقدر تستوعب الأعداد اللي احنا نرجوها ان شاء الله. عظيم جدا. مهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب نخرج لفاصل دلوقتي، فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في صباح الخير يا مصر، والفقره الاخيره مخصصه للرياضه. الاولمبياد ابطالنا رجعوا واخدوا 6 ميداليات اولمبيه، بس احنا كل 4 سنين بنقول في الاولمبياد بنروح وبنبقى يعني بنتمنى عدد من الميداليات، لكن في الالعاب البارالمبيه ابطالنا بيروحوا يقشوا ميداليات ويرجعوا. يعني احنا متعودين كل 4 سنين بيحصل الموضوع ده، وبنقول يعني هم قادرين فعلا على ان هم يرفعوا علم مصر بميداليات ذهب ويرجعوا لنا بذهب وفضه وبرونز كل مره. بعثه البارالمبيه المصريه هذه الدوره مكونه من 8 ألعاب في دوره الالعاب البارالمبيه بطوكيو 2020 اللي هي بتقام 2021 زي ما حضراتكم عارفين. هنشارك في رفع الاثقال، العاب القوى، السباحه، كره طايره جلوس، تايكوندو، الريشة الطائرة، وكرة الهدف للمكفوفين. إجمالي البعثة المصرية 49 لاعب ولاعبة، وزي ما قلت لحضراتكم مستنيين منهم كتير. من أبرز المشاركات طبعا اللي هنشوفها في هذه البطولة مشاركة فريق تنس الطاولة البارالمبي رجال، بيضم مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي أكيد حضراتكم بتسمعوا عنهم وعارفينهم كويس، واللي مسافرين وكلهم يعني إصرار إن شاء الله على إن هم يحققوا ميدالية ليهم أولا ثم لمصر ثانيا. كل الدعم ليهم وللبعثة. ومعانا 2 من هذه البعثة المصرية: الكابتن حسام الشبري مدير الفني للفريق البارالمبي لتنس الطاولة رجال، وكابتن أيمن الزناتي لاعب منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة رجال. صباح الخير. صباح النور. حملتكم مسؤوليات تقيلة أنا وأنا بقدم، بيروحوا يقشوا ميداليات وبيرجعوا وبتاع، بس أنا عندي ثقة وده اللي بيحصل بصراحة بإذن الله خير. يعني مستنيين ميدالية يا كابتن حسام؟ أكيد إن شاء الله، نقول يا رب. يعني تنس طاولة من الألعاب المنافسة بتاعتها يعني مش بنصعب الأمور على نفسها، لكن هي منافسة قوية جدا أكيد، فيها دول عظمى. إحنا الحمد لله من 2008 حطينا نفسنا جوه الرانك بتاع الدول العظمى في تنس الطاولة، وبقينا من الدول اللي الاتحاد الدولي دايما بيقول الحمد لله إن إحنا بقينا من الدول المميزة اللي دايما بتروح اي بطوله لازم ترجع بميداليات. يا رب يا مصر. فما بقيناش ما بقاش يعني حتى الهدف بتاعنا ما بقاش زي الاول، كنا بنشارك تمثيل مشرف احسن نتيجه يعني.
دلوقتي بقى مطلوب مننا دايما. انا تعبت انا من موضوع التمثيل المشارك. لا بقينا دلوقتي مطلوب مننا. لا خلاص بقى، وانا بطلب من لعيبتي كده دلوقتي، ان احنا رايحين عشان نجيب ميداليات، انتوا مش اقل من ده، ولاعبتنا بما فيهم الكابتن ايمن يعني احنا طبعا. كنا في الصين في بطوله الصين الدوليه وكسب بطل الصين جوه الصين ورجعنا بميداليات وكده فبنتمنى في طوكيو ان شاء الله يعني نرجع مرفوعين الراس ونشرب بلدنا يعني. امين يا رب ان شاء الله. طيب يعني كابتن ايمن خليني اسالك، طبعا كورونا اثرت بشكل كبير جدا على التدريبات واستعداداتكم، خلال الوقت ده كنتوا بتتدربوا ازاي واستعداداتك كانت ازاي؟ احنا كنا على اتصال دايم طبعا بالكابتن حسام والكابتن محمد سكر ان هم نمشي التدريبات بتاعتنا ازاي في فتره التوقف اللي احنا كنا خلال فتره كورونا. كنا بنمشي بالتعليمات ان هم كانوا بيمشوا لنا نظام التدريب ازاي ونظام اليوم، كانوا بيتابعونا على طول حتى في البيت يعني، كنا تدريبات ان شاء الله لياقه سويدي حركه بالمضرب، نمسك الكوره بالمضرب كده عشان ما ننساش، بس كانوا بيتابعونا دايما يعني ما كانوش بيسيبونا خلال الفتره دي، وكنا يعني باقصى درجاتنا كنا بنحاول بقدر الامكان ما نقعدش عشان ما نريحش او جسمنا يريح، لا كنا دايما بنعمل لياقه في البيت وبننظم شغلنا باستمرار وبنتواصل مع الكابتن بتوعنا يعني. عظيم. طب قول لي بصراحه كده، كابتن حسام مش قاعد على شمالك انساك اعذرني لك الحريه. الابطال الاولمبيين بيقولوا ان بيكون الاهتمام بيهم قبل البطوله بشهرين. انا عارف انتوا رحتوا معسكر في المانيا، الاهتمام بقى في بالبطوله دي بكين كان من قد ايه؟ احنا بصراحه احنا معسكرين دلوقتي داخلين على سنه يعني، بقالنا فتره احنا معسكرين، بقالنا فتره بصراحه يعني 8 شهور 9 شهور سنه داخلين يعني، بقالنا فتره كتيره معسكرين بصراحه يعني. احنا مهتمين بينا بصراحه، جامدين الاتحاد يعني بصراحه مهتم بينا. اصل خلي بالك الكلام ده بيحملك مسؤوليه، تحت امر الناس ما قصرتش معاكوا يعني. لا 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 مفيش تأثير الحمد لله، احنا معسكرين بقالنا فتره من قبل ما تروح، عشان انت ما دام محدش ما قصرش معاك يبقى مستنيين منك ميداليه. لا باذن الله، لا باذن الله مفيش تأثير باذن الله. كل طلبنا عملتوا ايه في الاستعدادات؟ احنا عسكرنا بس احنا ما سافرناش عشان بس العلم، ما سافرناش معسكرات بره، ما رحتوش معسكر، ما رحناش ما سافرناش. الاسواق اللي راح المانيا احنا ما رحناش، احنا حاولنا بصراحه بس ما امكنش ان احنا نطلع معسكر. حاولنا في الصين اللي احنا نروح معسكر في الصين برضو بقى امكنش اللي احنا نعرف نروح معسكر في الصين، وبرضو المانيا قبليها حاولنا بس ما امكنش. احنا ما ايه اللي منع في الصين؟ الاجراءات بتاعت سفاره المانيا يعني، حتى الفريق الاولمبي اللي سافر يعني سافروا في اخر لحظه يعني، كانت الاجراءات برضو عشان الكورونا، عشان كورونا برضو ده، فالاجراءات تاخد وقت طويل جدا يعني. فاحنا عقبال لما جم يشتغلوا لنا هنا دخلنا في الازمه، وقالوا يقعدوا 15 يوم مثلا حجر صحي هناك، فتره حجر صحي، فالفتره دي هنقعد هنعمل. هو للاسف طبعا جائحه كورونا يعني اثرت ولخبطت حاجات كتير جدا. طيب سؤال حضرتك يا كابتن حسام، يعني حضرتك اكيد ليك رؤيه لكل لاعب في فريقك، واحنا بنتكلم دلوقتي عن انه كورونا لخبطت شويه خطه الاستعداد وكل الكلام ده، عايز اعرف من حضرتك نقاط قوه البعثه المصريه للتنس الطاوله، نقاط قوه كل لاعب والكروت اللي حضرتك حابب يعني تلعب بيها. هو اولا احب بس الاول يعني اذكر اسماء الابطال بتوعنا طبعا. عند معانا بنتين، اللاعبه هناء احمد واللاعبه فايزه محمود، ومعانا اربع اولاد، كابتن ايمن الزناتي وكابتن سامي عيد وكابتن سيد محمد وكابتن ابراهيم حمدتو. دول ابطال تاهلوا طبعا عن بطوله افريقيا. المشكله اللي قابلتنا الغاء البطولات الدوليه والمعسكرات الدوليه، فاحنا تواصلنا مع اللعيبه في فتره التوقف اللي حصل فيها توقف تام للانشطه، وبعدين الحمد لله دخلنا معسكر تقريبا بقالنا سنه مغلق على طول بنتمرن على طول. بصراحه الاتحاد ما قصرش معانا ودي حقيقه يعني، ووزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه دول المثلث المسؤول عننا، ولجنه المشروع البطل البارالمبي دول اللي كانوا بيرعونا، بصراحه ما قصروش في اي حاجه يعني، ادوات صرفوا، ملابس صرفوا، معسكر مستمر دايم على طول في المركز الاولمبي في المعادي للاعداد الفرق القوميه، وفروا لنا فلوس، بقينا بنجيب لاعبين يشتركوا معنا في التدريبات عشان من الاسوياء وكده بيرفعوا مستوى التدريبات، بيساعدوا مساعدين لينا. معايا ست لاعبين، لو قلت لحضرتك السي في بتاع كل واحد فيهم
كل واحد فيهم بأمانة مؤهل للمنافسة على الميدالية. احنا بنتمنى التوفيق، لان برضو البطولات الكبيرة اللي زي دي انت بتلعبي مع ابطال زيك، يعني برضو ابطال جامدين، وزي قلت لحضرتك وحضرتك ان في دول عظمى زي الصين زي السويد زي المانيا زي تركيا، كل دي فرق قوية جدا ومجهزة فرقها، بس احنا لعبناهم كتير وكسبناهم كتير الحمد لله. معايا اللاعب سامح عيد جايب ميدالية قبل كده أولمبية، معايا سيد محمد جايب ميدالية في بطولة العالم، معايا أيمن جايب ميدالية في بطولة الصين الدولية، في بطولة أسبانيا الدولية كسبان أبطال تركيا وأبطال الصين في فترة قبل التوقف اللي حصل. اللاعبة فايزة محمود أول لاعبة في تاريخ مصر كله الأولمبي والبارالمبي تخش دول أربعة في دورة بكين، وبرضو دايما بتطلع، كانت يعني في ريو جانيرو واخده خامس. اللعيبه هنا احمد بطله افريقيا واول مشاركه لها في الاولمبياد، مستنيين منها كتير جدا لان هي صاعده وعايده يعني. طبعا الاشهر من نار على العالم الكابتن ابراهيم حمادتو، اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب ببقه، ومع ذلك يعني مستنيين منه في البطوله دي المنافسه، لان هو اصبح فعلا على استعداد تام انه يقدر ينافس، يعني عدى بمراحل كتير دخلته جوه المنافسه. فيعني اتمنى منهم ان احنا نرجع ميداليات، وعشمانين في ربنا وفي اللعيبه كتير يعني. احنا كمان عشمانين فيكوا والله يا كابتن. بس طب خليني اسالك يا كابتن ايمن، اكتر منتخب متخوف منه او عامل حسابه بزياده؟ هو اكتر من منتخب بصراحه الصين طبعا، وتركيا منتخب جامد، والمانيا تمدين بصراحه، بس صدقوا قدود طبعا، نبي يا رب ربنا يسهل باذن الله، ربنا يسهل باذن الله. كابتن ايمن قول لي ابتديت امتى اللعبه وابتديتها ازاي؟ يعني ممكن حد يبقى بيتفرج دلوقتي يبقى عمال يسال البطل ده بيتصنع ازاي، بيبتدي من امتى؟ يقول لك يا عم ده لازم يبتدي من وهو عنده 5-6 سنين اللعبه عشان يطلع يبقى بطل. فاحكي لنا كده ازاي ابتديت وازاي وصلت للمكانه اللي انت فيها دلوقتي. وحضرتك انا بدات من زمان قوي، يعني انا بقى لي فتره عمر طويل قوي، انا بادئ وانا صغير برضه، بس ما كنتش يعني ايه، ما كنتش اتجاهي انا كان في التنس، انا كنت بلعب برفع اثقال، كنت العب قوه حاجات زي كده يعني، رياضه باسكت كنت بس مشارك رياضه. بعد كده بدات اتجه للتنس طاوله، حبيتها. امتى بقى بالظبط؟ مثلا حوالي مثلا 20 سنه كده، وانا عندي كنت عندي 15 20 كده في السن ده كده بدات اتجه لتنس الطاوله، حبيتها وبدات اركز فيها اكتر، اجتهد فيها، لقيت نفسي فيها ان انا حبيتها وهقدر باذن الله احقق فيها حاجه، واستمريت في التدريبات واللعب وكده، والحمد لله حققت بطوله جمهوريه مره واثنين وثلاثه، ودخلت المنتخب وساعدت ان انا احقق حاجه بره يعني، والحمد لله ربنا اكرمني الحمد لله. وبتيجي برضو من الاسره يعني، انا اخواتي مسندني وزوجتي وكل اللي حواليا بيروحوا بيسندوني وبيشجعوني وبيوفروا لي الجو المناسب ان انا ابقى بطل والعب واستمر في الرياضه يعني، الحمد لله. عظيم. طيب كابتن حسام قول لنا بقى مين هيلعب اساسي ومين هيلعب احتياطي، وكمان معايير حضرتك لاختيار اللعيبه عامه؟ الست لعيبه هيلعبوا اساسيين كل واحد في الايفنت بتاعه. حضرتك في التنس طاوله البارالمبي في 11 تصنيف من 1 لغايه 11، من 1 ل 5 ده اللي هم بيلعبوا على كراسي متحركه، من 6 ل 11 اللي هم بيلعبوا وقوف. احنا عندنا كابتن ايمن وكابتن سامح وهم اللي بيلعبوا جلوس، والاربع لاعبين الولدين والبنتين التانيين بيلعبوا وقوف يعني. كل واحد بيلعب في الفئه الطبيه بتاعته، يعني عندنا الكابتن ايمن في فئه 5، كابتن سامح في فئه 4، كابتن حمادته في فئه 6، كابتن سيد فئه 7، فايزه فئه 5، وهناء فئه 6. كل واحد بيلعب في الايفنت بتاعه لوحده، ومشاركين في بطوله الفرق بفرقتين، فرقه جلوس ايمن وسامح، وفرقه فوق وقوف سيد وابراهيم حمادته. لينا حظ في المنافسة كبير إن شاء الله يعني، وأنا عشمان فيهم كتير لأن هم بأصبحوا يمتلكوا من الخبرات الكتيرة اللي تأهلهم للمنافسة فعلا يعني، مروا بمواقف كتير، مروا ببطولات جمهورية وبطولات عرب وبطولات أفريقيا وبطولات عالم وبطولات أولمبية،
فده كله يعني بيتيح ليهم من الخبرات اللي يقدروا جوه الملعب في الأولمبياد يحققوا كتير يعني، وده اللي منتظرينه منهم، وخاصة ان هم بقول لحضرتك يعني زي ما حضرتك بتسأليه الدول المنافسة زي الصين، ألمانيا، تركيا مثلا، السويد، في طبعا أوكرانيا، في كل الدول دي منافسة، بس احنا كسبناهم كلهم يعني، احنا مرينا بظروف ان احنا كسبناهم كلهم، ف يعني الطموح عندنا كتير في السفريات، هو الحاجة الوحيدة اللي عملنا احنا كجهاز فني انا والكابتن محمد سكر مدير فني السيدات، اللي عملنا شوية ان احنا المنافس غايب عن عينينا شوية يعني، احنا كانت البطولات الدولية والمعسكرات بتخلينا شايفين المنافس وهو برضو شايفنا، بس احنا شايفينه المرة دي كل الدول رايحة يعني، المنافسين المنافس كل منافس في بيته قافل على نفسه، فغايب عن عينينا شوية يعني، بنتابعهم من بعيد لبعيد كده، بس هي دي الحاجة الوحيدة الآن كجاز، لكن احنا حاسين بلعبتنا وصلين لفين يعني، احنا حاسين بيهم جوه المعسكرات يعني، بقول لحضرتك بنجيب لعيبة أسوياء على مستوى عالي جدا جدا يعني، منهم كابتن سيد لاشين يعني أشهر ملعب بطل مصر وبطل يعني، بيجي وبيشارك مع لعيبة كتير جدا، لعبتنا بتقدم مستوى معاهم يعني، يعني احنا سعدة بيه جدا ومستنين منه كتير يعني. يا رب. كابتن أيمن، ايه أصعب بطولة لعبتها؟ أفريقيا. شمال اللي أهلتنا للأولمبياد. دي كانت المؤهلة ليا للأولمبياد. احكي لنا كده. لأن أنا أول مرة أتأهل للأولمبياد. أنا كان حلم حياتي اللي أنا لعبت بطولة. أنا كان حلم حياتي بصراحة اللي أنا ألعب أولمبياد. يعني لأن ديت زي ما بقول لحضرتك يعني إيه حلم أي رياضي. طبعا. إن هو يلعب أنا لعبت بطولة عالم. لكن الأولمبياد لسه كانت أول مرة، فأنا كانت بطولة أفريقيا دي كانت مؤهلة للأولمبياد، كانت أنا حضرتك أنا كنت داخل بلا أمل بصراحة يعني، أنا كان تعبت واجتهدت وما يأستش اللي أنا كنت داخل ترتيبي تالت في الكلاس اللي أنا فيه، الفئة الطبية اللي أنا فيه، أنا معايا في الكلاس اتنين أولمبيين برضو، كابتن حسان حفني، كابتن إيهاب فطير، الاتنين أولمبيين سافروا أولمبياد، وأنا التالت، أنا ما كنتش لسه سافرت، الحمد لله أنا كسبتهم في أفريقيا المؤهله للاولمبياد دي. طيب كانت ماتشات جامده جدا. حياتك وصلت لو خدت ميداليه هتعمل ايه؟ خدت ميداليه في ايه بالظبط؟ تحت الاولمبياد على الهوا هو وعد كده، وان شاء الله تيجي لنا وانت شايل ميداليه ونلعب لك الفيديو. انا يحصل لي حاجه بس لو انا لا نادر اعمل لا يعني قصدي من فرحه فانا ممكن لا بشرع ربنا يديك الصحه وطول لا يعني ده حلم جامد، ما انا مش متخيل بصراحه يعني، بس انا اتمنى ان هو ربنا يكرمني ويوفقني واقدر احصل عليها يعني، بس ان شاء الله احنا دعواتكم بس ربنا يخليك، احنا عشاننا فيكم طبعا كبير وبنتمنى لكم التوفيق، وكلنا وراكم وكلنا بندعي لكم، ويعني طبعا شرفتونا في صباح الخير يا مصر، كابتن حسام الشبري المدير الفني للفريق البارالمبي لتنس الطاولة رجال، وايضا لاعب ايمن زناتي لاعب منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة رجال، نورتونا في صباح الخير يا مصر، نشكركم شكرا جزيلا، بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق، ربنا يخليك، ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك. طيب ايه خلصت حلقتنا النهارده مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد، بكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، اجعلنا اركنادي